مرحبا بكم الناس في كل دونك الحصة هذه متاع اليوم حابين نعملوا فيها ضريبة متاع التوجيه. دونك نعطيكم فكرة على التوجيه، شوية نصائح تنجم تفيدكم بالباهي في التوجيه متاعك. دونك خلينا نشوفوا مع بعضنا، واللي عنده أي سؤال كان حيصص اللايف بالضبط، اللي عنده أي سؤال ولا أي حاجة يحب يقولها ينجم يتفضل فهمتني ويعبر، واضح ونحاول نجاوب به. بنبدأ طول بالتوجيه بتاعنا. اولا نرمم الكتاب هذا، الناس الكل عندكم منه، ولا الاغلبيه تكون فيها نصائح وحصه اكثر منها معناها حوايج براتيكا، فهمتني؟ به وين الكتاب؟ هذا عندي هني توجيه جديد. به خلينا نفسر حوايج تكنيك صعب من الاول باش تبدا العمليه واضحه، بعدين نواصل. مثال كي ناخذ هنا شباب قضايا العلوم الصحيحه والتكنولوجي، مثال هندسه البرمجيات ونظم المعلومات. خلينا نعطي اكزامبل مثال عشان نفسر لكم حاجه لهني. راهو هذا الموجود هذوما لي سكسيون او البكالوريا، تي باك مات باك انتر شنو انتر شنو، لان مجموع اخر موجب بالاخر ما حاجه، هذوما راهم خاصين بعام ناول، معناها سنين يتبدلوا، مش معناها لقيت 102 وتسكورك مثال 90 ما تبعثش فيها 102، لا تنجم تبعث فيها. اوكي خاطر هذوك يتبدلوا، مش معناها 102 ما يقبلوا كان 102، مش هو اكزاكت الشيء هذاك، راهو الشيء هذاك ينجم يتبدل. اوكي ما انا احطه في الحسبان ديما كي تبداو تقراوا لهنا، مثل هذه 134 ان سكوري 123 باك تكنيك، مثالش نجم نبعث، خاصه انه عملوا نسبه النجاح كانت كبيره برشا. اوكي معناها ينجم يطيح السكور السنين. اوكي باش تبدا العمليه واضح. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كي تعمروا النصائح شو اسمه التوجيهات نتاعكم، عندكم 10 اختيارات، حاول تنوعهم، معناها ما يكونوش ال10 بعاد عليك، لا حط مثلا أربعة خمسة، ولا كعبتين انكم الاولانيين يكونوا بعد شوي اكثر من السكور نتاعك ب10 ولا ب15، اللي بعدهم قد السكور نتاعك وفما اقل من السكور نتاعك، باش تبدا ديما نظام روحك اللي انت اشترك توجيه، مش يتعدوا لك ال10 انيلي، رد بالك تغلط فيها الغلطه هذه، تحطهم ال10 قوي، مش لازم بالضروره ما يقبلوا لك، فما شكون ما يقبلوا له حتى كعبه منهم، وكذا ترسل لك في مشكله. اوكي دونك ديما وانت تختار حاول اعرف كيفاش تختار، كعبات سابقين سكور مقوي، كعبات متوسطين، وكعبات اقل. به مرحبا بكم شباب. دونك هذه اللي حبيت نحكي عليها، خليني نزيد نسهل لكم الطريق. بالنسبه لجماعه التكنيك خاصه، احنا شنو الحوايج نجم نوجههم مشهورين يس به، فما ايزات وفما ايصات وفما بريباراتوار، خليني نحكي عليهم كل واحده كلمتين نجم نفيدوكم شوي. به ايزات انستيتيوت سوبيريور اي تي تكنولوجي، المعهد العالي للدراسات التطبيقيه. به هذا يشبه للايصات. شنو الفرق ما بين الايزات والايصات؟ الزوز تقرا فيهم دومينات معينه، الايزات كي تمشي لها تقرا دومين معين، مثلا جيني الكتريك، جيني ميكانيك ولا انفورماتيك. كيف كيف في الايصات هذوما تنجم تقراها. لكن ديما الايزات اللي فيها حاجه باهيه اللي هو السكور نتاعها اقل وفيها الواحد البراتيك اكثر. دونك تقرا في الايزات ولا في الايصات، اعرف انه الايزات فيها البراتيك اكثر، واني راها حاجه ايجابيه على الاخر اني حاجه فيها براتيك اكثر. بنقص وجيعه راس وبنقص فازات مش باش تستعملها وتيوري وخمج اخر. به لسات لسات شبه لليزات هي، لكن الحاجه اللي فيها خايبه شويه ان هي اكثر تيوري. يقول الشهاده نتاع الاسات اقوى من الشهاده نتاع الايزات، اني ما نستعرفش بهم ياسر الحقيقه الشيء، وتنعطيكم الحاجه اللي راها اصح، وانتم ديما رايك هو الاصح. بالمناسبه ما فماش في التوجيه شكون يقول لك هذه صحيحه وهذه مش صحيحه، ولا اعمل كينيكاكا ولا ما تعمل كينيكاكا، غلط غالط. اني الكلام اللي نقول فيه راه ما قلتكش باش تطبقوا، اسمعوا وحلوا، تعلم المهاره هذه، اسمع المعلومه وحللها المعلومه نتاعك، وشوف شنو اللي يمشي معاك شنو اللي يمشيش معاك، شنو هي الحاجه اللي عجبتك شنو هي الحاجه اللي ما عجبتكش، وفي الاخر ما تعمر حاجه كانك تكون انت مقتنع بها، سوى الحاجه هيك مشات معاك ولا ما مشاتش معاك تتحمل مسؤوليه افعالك. واضح عمليه ولا مش تتوجه وتقول لا خاطر دارنا قالوا لي هيك، ولا خاطر مهدي قال لي هيك، لا ما اقول لك حتى شيء، يعني انا شنو نقترح السلام عليك عليكم. حاجات وانت تختار على روحك. تفضل رؤوف عندك سؤال. لا توك تخلص، قلت لكم السلام عليكم. مرحبا بك اخوي، مرحبا بكم في الحصه، مرحبا بكم. به دونك هذا حبيت نعطيكم حاجه، ما انا مش اني شنو نعطيك مسار ونقول لك لا هو المسار هذا هو مش عادي، فماش مسار مش عادي. اوكي دونك انت تتحمس في تفعلك، اسال العباد، اسال العباد اللي عندها خبره واكثر منك والعباد اللي مجربه، وتروح تحكي عليه الكلام هذا وجرب وعينك ميزان. تاكدي لانفو تقرا كان في الليزاد ماهيش داخل في الايصال، لانفو موجود راه في الليسات وفي الليزاد، زود تنجم تقرا فيهم ارقام في الليزاد والليسات. نحكي اون جينيرال، اني الايزاد الحاجه اللي فيها باهي اكثر براتيك، الايصال اكثر تيوريك، واني راه الحاجه البراتيك يعني. لكن ساعات الايصال ترقى تلمذ موتيفي اكثر، ترقى ديكلود اكثر، ترقى البلاصه اكتيف اكثر، هيك علاش الايصال خير، بالك لومبيونس تكون في الايصال خير. اوكي وبلايص بلايص راه باش نبداو فاهمين. دونك اسال على الايصال،
اراهم اصاتات اصاتات. مثال ناخذ على سبيل المثال، اني من مكني، فما بعدها اصات مهدي واصات سوس. اصات سوس خير من اصات مهدي، علاش خير؟ تقول لي انا في قرايه، لا، فما فاك حياه اكثر من فاك، فيها اكثر دي كلوب، فيها اكثر دي زيفينمون قريبه للبلايص الاخرين، نجم تحرك تنتج تتحرك، دونك فيها خير من بلاصه ميته. مثال اصات نتاع مهدي ما فيهاش برشا كلوب، عباره تقرا في الساعات. كلوب الوحيد الموجود هو عامل ولي واحد صاحبي وكو دار روبوتي، ودي حاجه خايبه بالمناسبه. اوكي، به خارق للعاده هيك. دونك حكينا شويه على لي زيت ولي صات. به بالنسبه لي زيت لي صات، هذوما يقوموا على نظام اسمه ال ام دي، ليسونس ماستر دكتوراه. معناها كي تدخل في النظام هذايا تنجم تعمل 3 سنين ليسونس، نجحت تنجم قادر انك تعمل عامين ماستر، بعد العامين ماستر اكون تنجم تعمل عامين دكتوراه نورمالمون. هيك هذا هو النظام ال ام دي، عامين يا 3، مش متاكد دكتوراه، ما عنديش عليها فكره بكره. بينما انت عندك لي بريباراتوار، شباب لي بريباراتوار هذه خلينا نفسرها لكم شنو هي. هذه مرحله تحضيريه تقرا عامين وفيها برشا فازات، فما بي سي فيزيك شيمي، فما ام بي مات فيزيك، وفما تكنو. لكن روح الزبده، اغلبيتها ماتو فيزيك، شتشيخ ماتو فيزيك، اوكي، وقرايتها كاسحه، مش نبداو متفاهمين، كاسحه كاسحه. اوكي، بعد ما تكمل البريباراتوار ما توقفش لهنا القرايه، ما عملت حتى شيء، انت تو عملت مرحله تحضيريه، تحضرت باش تدخل السيكل انجينير، تخدش للسيكل نتاع الانجينيريه طيب. تقرا 3 سنين سبيسياليتي، 3 سنين انفورماتيك، 3 سنين الكتريك، 3 سنين ميكانيك، اما بهذه تطلع في الاخر مهندس انجينير، هذه تطلع منها انجينير. اوكي، هذوما الزوز تطلع منهم تكنيسيان، اوكي، هذوما يطلعوك تكنيسيان وهذه يطلعوك انجينير. تقول لي نجمش بلاصه اخرى، نحب اني نطلع انجينير، فماش طرق اخرى نطلع منهم انجينير. انجينير بخلاف البريباراتوار اللي انا راه ما ننصحش بها البريباراتوار، وتنقول لكم علاش ما ننصحش بها البريباراتوار. الحاجه الاولى ان قرايتها صعيبه وما تخليلكش وقت باش تتعلم وتشارك في الكلوب وتتعلم الحوايج اللي بالحق اللي هما باش يفيدوا. والحاجه الثانيه اللي هي خايبه علاش، اللي انت كي تقرا عامين بريباراتوار بعدين ما تضمنش على روحك شنو التوجيه نتاعك باش يكون، خاطر تقرا عامين بعدين بالروح يقسموكم، هذوما جماعه اللي اختاروا انفورماتيك مش ناس كلش تمشي انفورماتيك، كان الممتازين مش مشوا انفورماتيك خاطر هذايا لا طلبوه الكعبات الاولاني، سكر الانفورماتيك وانت الروم تاعك طايحه تختار توجيه اخر. معناها بعباره اخرى تنجم تقرا عامين بريباراتوار بعدين تلقى روحك متوجه انرجيتيك ولا ميكانيك اللي انت ما حشتكش بيهم جمله، وهذايا راه دي فوق بي، بخلاف انك كان دوبل تعام العام الثاني دوبل العام الاول، عندك الحق دوبل العام الثاني تخرج معناتها تطلع من البريباراتور. بالنسبه توا فهمنا الحوايج اللي طلعوهم على ليزات وليسات، هذوما يقولوا على نظام ال ام دي ويخرجونا بعد، هذوما عندك تيتر تكنيسيان، بينما هذا خرجنا عندي تيتر انجينير. انت ايش تسالني تقول لي فماش طريقه اخرى نخرج انجينير بخلاف البريبا؟ هذا بريبا تكنو فيها اقل بلايس في السيكل انجينير، والله بالضبط البلايس ولا مش معناها بلايس اقل ولا اكثر ما عندي حتى فكره. وانا نعطيك نصيحه مزيانه على الاخر، شنو هي وسيم النصيحه هذه؟ ننصح ديما رد اي سؤال يضرب في مخك، انا نحكي لكم انجينير مش نعطي نصائح، مش نفسر لك الحصه هذه علاش قايمه. انت تحب تتعمق وكل شيء، ما تسالنيش اني، فماش عبد، ما تسالنيش اني ولا اي عبد اخر ما عندوش درايه بالمجال هكا، اسال على واحد قاري بريباراتوار تكنو واسال على حكايه البلايس، هو عاش التجربه ما يحس بجمله الا يعرف صالح، هو يعطيك من الاخر وعلى الاخر. حاجتك بالليزات اسال واحد قريب في الليزات ومتخرج من المستحسن، معناها كمل المسار. حاجتك بواحد في الليسار اسال واحد في الليسار واسال اسالتك، فيها دي كلوب ما فيهاش دي كلوب، البلاصه اكتيف نجم نعمل دي فورماسيون، فهمت العمليه ولا تتصرف؟ باهي سامحني، تفضل اخوي الغالي تفضل. ليسات معناتها اجازه في الميكانيك ولا إيصالات دي مش إيصالات؟ باه الإيصالات مش كان ميكانيك، تنجم تقرا فيها إلكتريك، تنجم تقرا فيها إنفورماتيك، تنجم تقرا فيها ميكانيك، تنجم تقرا فيها إلكتروميكانيك، تنجم تقرا فيها إي إي آي إلكترونيك والآلية والميكانيك اللي نترشني الصناعية حاجة كيما هكاك، الأسامي بالعربي مقربعين ياسر برجولي، فهمتني؟ فما برشا حاجات إيصالات مش حاجة سبيسيفيك، واضحة؟ يا كوتش أنا عيدك مبروك. أي وينك يا كوتش؟ لاباس علينا وعليك، عشقية برشا لا ليه تو بدين فهمتني، والتسجيل ترقاو بقدرة الله، تنبطوا على اليوتيوب التسجيل باش اللي يحب يرجع لحاجة ولا حاجة أنا ترقاو كل شيء قدامك، أوكي اللي فاتتوا حاجة، وباش أصحابنا الآخرين اللي مش معانا ويتبعوا فيه على اليوتيوب ما يسالش، خلينا نفيدوا أصحابنا بشوية نصائح، حاجة مهمة على التوجيه بالحق مرحلة مش سهلة بكل. باهي سؤالي نجم تفضل. به اما باش تسالني مثال تقول لي ما نجمش نجاوب عليهم الاسئله هذا، من المستحسن حتى كان جاوبتك عليهم شو تكون عندي اجابه
سطحيه وانا ما ننصحكش بها، ماذا بك حاجه متعمقه. اوكي شباب، دونك تقول يا ازات هذه عندها شنو هي جيستيون دي لانفورماتيك، من والله ما نعرف عليها لي جيستيون دي لانفورماتيك هذه شنو هي، فهمت العمليه شباب شنو هي ولا؟ معناها انا ما نعطيكش حاجه سبيسيفيك خاطر ما خدمت ما دخلتش فيها الحاجه هذيك بالضبط. دونك نصيحتي ليك اسال الجماعه اللي يقراوا في الحاجه هاكي. معناها عندك سؤال في البريباراتوار القرايه صعيبه ولا سهله؟ برشا بالضبط، يعطيك قداش من ساعه ماتو فيزيك قداش كونفسيون، اسال واحد قاري بريباراتوار تو هو يعطيها لك من الاخر وعلى الاخر. انجينير دو انفورماتيك قداش سكورها بتاعهم باش تدخل له باه. انجينير انفورماتيك باش نفسرها لك شنو معناها انجينير انفورماتيك، اللي حاب يطلع استاذ تعليم ثانوي في الميكانيك والالكتريك ايش لازم يقرا بالضبط؟ باه هاو جاتك اسيف بشوين نبداو بعد الزوز بلا انجينير دو انفورماتيك. باه نجي نحكيو على انجينير دو انفورماتيك. دونك شوفوا بعضنا يعني عزوز كيفاش تولي انجينير نتاع انفو في تونس؟ باه فما برشا طرق، فما بابليكاسيون هذه لقيتها على الفيسبوك خسر لكم كل شيء. يقول لك باش تولي انجينير فما مرحله تحضيريه مندمجه، هذه باهيه بالمناسبه، هذه بريباراتوار انتجري هاي موجوده في اسات سوسة، مرحله تحضيريه مندمجه. تقرا عامي وبعد تالي 3 سنوات هندسه اعلاميه، ما صار 5 سنوات معناتها 5 سنين تقرا باش تطلع انجينير نتاع انفورماتيك. لكن الحاجه المزيانه في هذه اللي اني نعرف من الاول اللي اني شنطلع نطلع انجينير نتاع انفورماتيك غير من البريباراتوار العاديه. البريباراتوار العاديه نقرا عامين بعدين نعمل كونكور ونشوف روحي اني بالترتيب، لا هذه دخلت انفو نعرف ايش نكمل انفو. دونك هذه حاجه مزيانه. اثنين فما طريقه مرحله اخرى، طريقه اخرى مرحله تحضيريه علميه نقرا عامين بريبا عادي مع 3 سنوات هندسه اعلاميه، ولكن هذا الامر خاضع للترتيب الذي تحصل عليه وهو غير مضمون بالمره. معناه انت تعمل عامين بريبا عاديه ام بي بي سي ولا تكنو وبعدين نعمل توجيه نحط انفو. انا مش بالضروره باش نقول لكم في الانفو، كان انت الروم تاعك طايح وفما جماعه اخر منك في الرو حطوا انفو انت تتكى على جنب، وهذا ديفو كبير يعني راه في البريباراتوار العاديه. اوكي دون اني قريتها راهي كاسحه كاسحه، كي نحكي على ماتو فيزيك راه نحكي على ماتو نتاع الليسي هذاك معناها تسخين تسخين يشوف مو هكا. اوكي باهي. ثلاثه اجازه في الاعلاميه تقرا ليسونس في الاعلاميه ايزات ولا ايسا 3 سنوات مع ماجستير اعلاميه بعد اللي تعمل ماستر، هذوما 5 سنين انفورماتيك تتخرج في دومين الانفورماتيك انجينير. اربع اجازه في الاعلاميه 3 سنوات مع هندسه اعلاميه 3 سنوات المتفوقين في الاجازه. باهي مش قلنا احنا فما جماعه يقراوا عامين بريباراتوار بعد اللي يمشوا 3 سنين سيكل انجينير، فما طريقه اخرى صدق باش تطلع سيكل انجينير تقرا 3 سنين ايزات ولا ايسات في دومين الانفورماتيك، بعد ما تتخرج من 3 سنين هكوما تعمل باردوسي مطلب باردوسي نحن نقول لهم نترشح للسيكل دانجينيور ونطلع اني سيكل دانجينيور. اما مش الناس الكل يقبلوهم، يقبلوا لي زيليد المتميزين والمتفوقين معناها المعادلات مطلعين ورتبهم مطلعين، مش اي واحد ينجح في الاقتصاد يعمل المطلب يقبله انجينير مش كاكا مش بدهم متفاهمين. به لا بعدها اجازه او مرحله تحت تفضل تفضل شو سؤالك؟ من الاوائل معناها اوائل لي زيليد الاوائل. اوكي به فهمت او جدك الاحسن شويه. به لا بعتالي فما اجازه او مرحله تحضيريه تقرا عامين بريبا ولا اجازه عامين ولا 3 سنوات وبعتالي تعمل هندسه اعلاميه بالفلوس في احد المعاهد الخاصه. نقرا عامين بريباراتوار بعتالي حتى كما ما لفقنيش السكور نمشي بالفلوس، ولا نعمل 3 سنين بعتالي نكمل بالفلوس. هذوما باختصار اشهر مساكن تشغيل كما برمج اعلامي. بتقول لي انا احسن واحد دقيقه برك شكون يقراها الانتجري بالله؟ اسات سوسه موجود فيها بريباراتوار انتجري متاكده، بريباراتوار انتجري موجوده في اسات سوسه باه اما سكورها شائع عندك. باه تقولي باش ننصح الحقيقه كل واحد وظروفه فهمت العمليه. باه مثال واحد ينجم يقرا بريفي ينجم يقراها كلها بريفي، واحد اخر ينجم يعمل 3 سنين بريفي وعنده الامكانيه ان هو ينجم يقرا بالفلوس. اوكي فما واحد شكون ما عندوش منه الشوا هذا ما ينجمش يختاره اصلا يولي مثال وسكور ويسمح له خاطر فما سكور وفما فلوس وفما برشا حاجات تحكم. ما نجمش نقول لك هذا هو المسار الهايل، انت وظروفك ووضعيتك كل واحد وطاقاته. مثال واحد نذكره باهي نجم يعمل مرحله تحضيريه مندمجه عامين بعد 3 سنين انفورماتيك. فهمت العمليه يا شباب ولا بلا الصوت واضح يا شباب ولا الصوت مش واضح؟ خاطر ياسين يعمل الصوت مش واضح بالباهي. واضح واضح مريك مريك ياسين رموه مش قوي شويه في اللي بافر نتاعك تفهم. دونك كل واحد وظروفه شباب ما نجمش نحكم انا نقول لك اقرا بالفلوس وانت ما عندكش، ولا نقول لك اقرا بريبار تجري وانت سكورك 110. الحمد لله عمالي كل واحد ظروفه، اما هذا في الاخر يوصلوك لنفس الحاجه. وضو نحكي عليا يعني رايي الشخصي مثل ما حكيت شاليط نحكي اون جينيرال مش بدهم متفاهمين. باهي دونك هذوما باش تولي وتقول علاش تحكي على الانفورماتيك؟ الحقيقه راه الانفورماتيك هو اهم دومين واكثر دومين مطلوب لحد الان، معناها احسن توجيه راه هو في دومين الانفورماتيك. ميكانيك معناها تعدى عليه الوقت باللغه دي
اوكي الجيني سيفيد هذا موضوع فاشل راه، كل ما هو البني وكل شيء راه موضوع فاشل، بما انه ما تنجمش تخدم حاجه وحدك وما تنجمش تدبر راسك، دونك هذه حاجه خايبه. كيف الميكانيك راه معناها شنو هما الحوايج اللي مازال بالميكانيك تحسبوا على يدين الصواب، معناها مش حاجه مطلوبه ياسر وماشيه وتطلع. زوز دومانات اللي هو اهم دومان، اهم دومان اللي هو الانفورماتيك، اللي بعده الالكتريك، ولا مخلط بالانفورماتيك هذاك هو البان، نحكي بالذات على المباركه معناها الكترونيك فيها انفورماتيك، السيركوي بروجرامابل كيما بالضبط تقريب الميكرو كنترولر. اوكي هذاك وسبور فيها مسيها كيفاش؟ كيفاش؟ وسبور لينكس فيها زعما فيها خدم. شكون يا على شكون تحكي؟ على لينكس تاع سر سعيد وتاع الكيف. بالله عاودوا لي سؤالك ولا سمعت؟ انت 3 سنين كيفاش تطلع بروف سبور؟ بروف سبور فيها هذيك خدم زعما؟ بروف سبور قلت لي ديك ايوا أيوة مش نفهم الحقيقه ما عندي عليها حتى فكره، فهمتني؟ حوايج تبعين الدوله نعرفهم تاع بي، هذه الحاجه انا نعرفها معناها اللي تعطيك صحيح، هذه نعرفها فهمت. ديما سهل سؤال حاول اسال الواحد قاري في الفاكهه تاعكم، انا تحكي لهم انت وشوف روحك. مسيو تفضل. سالت جماعه الانفو قالوا لي حتى كان ماكش باهي بالبدايه في الانفو تاع الليسي، قال لك نورمال خاطر باش يعاودونا كل شيء من الاول بريمير. نجاوبك بالباهي على النقطة هذه، سؤال واضح على الآخر ونقطة نقطة حساسة ياسر اللي حكيت فيها. طيب خليني نفسرها باش نعرف دورها في الكتاب. لا دورها في الكتاب مش باش نعملها، باش نحكي انجينير محمد الناصر أصلا ولا نفهمها معناها مكتوب بالعربية الآلية هذيك اللي الكتريك نعرف خاطر عربي فيا الآلية باقي الآخرين الآلية والصناعية واللوجيستيك والتقنية والبيروقراطية ما نفهمهمش، فهمتني؟ باهي بالفرنسي فما كعبان نعرفهم ولا، وانت اسال الجماعه اللي يقراوا في الفك هيك هذاك اللي يفيدك بالباهي. بين جاوبك ادم قال الكوتش قال حاجه اختيره ياسر ومهمه ياسر، بي فما برشا يقول تو دمنا فما ضد ضارب ونحب نتبع الفورماتيك بلا ما نحس وسكروا، يقول لي دمنا الفورماتيك ضارب وندرى شنو والناس الكل تضحك علي. يعني عندي مشكله قد الحياه اللي اني يعني ظلمه في الانفورماتيك، حلبه نجيب في 3 في الليسي نجيب في 5 في الليسي، عندي مشكله فيه فهمت؟ نحب نقول لك راهو مش كيف، راهو مش كيف، انت مسكر جمله في هذيك حاجه اخرى ما تدخلش لمخك، جمله ينجم تكون مشكله منك انت، اما كان انت روحك خايب فيه، اما قادر انك تتحسن فيه، ننصحك اعطي شانس اخرى لروحك، حتى كان عددك في الحاله، فهمت العمليه شباب؟ حتى كان عددك كانوا خايبين على الاخر، ننصحك اعطي شانس اخرى لروحك. وبالمناسبه تحب ولا تكره اكثر حاجه ماشي مسيو؟ ايه صح، تحب ولا تكره صح، هذه عجبتني، تحب ولا تكره اكثر حاجه ماشي ومطلوبه في تونس والبر، ومازال السوق طالع حتى تخدم وحدك وتنجم تخدم وحدك وتنجم تحل وحدك وتنجم تعمل برشا حوايج وحدك وتنجم تخدم الدار وتنجم تخدم البرة، في افونتاج مش متوفرين في الحوايج الاخرين باش تبداو متفاهمين. معناها دومان عجبنا ولا ما عجبناش هو دومان ظهر. اوكي اني كتلميذ خايب في الليسي راهو لا علاقه، صدقني لا علاقه، معناها تنجم في الانترنت في كل شيء بلي فورماسيون تتعلم من الاول وتبدا كل شيء من الاول، والعمليه راهي بسيطه على الاخر، جوست افهم على باز صحيح تطرقها العمليه سهله ومفهومه، مش كيما في ليسي ومش حفاظها راهي بروجراماسيون مش حفاظ مش قوه حفاظ ليسي بالفرنسيه يا ودي لا علينا فيه وكم ما نحبش نحكي عليه ليسي، بس خلينا كيف كملت فك علينا، فهمت العمليه شنو هي؟ دونك تنجم تكادي وترابي روحك وجرب باهي بلا فما السيف سألني سؤال بلا اللي حبيت الأستاذ في تعليم ثانوي به. بالنسبة لأستاذ تعليم ثانوي ما فماش قراية هذه تخرج أستاذ تعليم ثانوي يعملوا لا نعرفوا يعملوا هم تلقى عمل ماستر عمل دكتوراه وكمل قري بعدين يحلوا ندرى شنية ذاك الكونكور متاع التعليم سيد اسمه معروف ياسر نسيت اسمه حاسين فما كونكور يدخلوا له الأساتذة وكل شيء نجم تقدي فيه الكونكور هذاك وبعدين يقبلوه، معناها ما فماش قرايه، نحب نوصل لك انه ما فماش فاك تدخل هذه تخرجك استاذ. اوكي فما في التعليم تطلع معلم هذيك كابي صحيح يرحم والديك باهي، فما معلم موجود في تونس جديده طلعت عام 2016 اللي انت تقرا تربيه وتعليم هذيك كي تقراها 3 سنين تخرج معلم، اما مش معلم تخرج استاذ تعليم ابتدائي، معناها نفس الحقوق والواجبات والاخلاص نتاع الاستاذ، اما انت تقرا في الصغار اوكي ام بتيتر استاذ باهي. نتعداو شويه نصائح مهمه شباب في الوقت، انا نصيحتي نصيحه للعباد اللي تحب توجه اذا يا رايي الشخصي اني وانت اعمل اللي تراه صالح مش هو كل واحد وراي، انا نصيحة ما تتكبسش على بدنك، امشي لقرايه سهله لك انت بالنسبه لك انت اسهل من طاقتك تنجمها تنجح فيها،
مش ماكينه نتاع قرايه من غير ما تمشي بريباراتوار، امشي اي زاد اي صاد، لي زاد اسهل باه، كي تمشي القرايه سهله شباب، شي يولي عندك الوقت. الوقت اللي باش يفضل لك هكايا تعلم فيه سكيلز، تعلم فيه مهارات ماذا بيك في الدومين اللي انت قاعد تقرا فيه، خاصه كان عندي مغروم بالدومين هذاك. مثال اني على سبيل المثال نقرا في الانفورماتيك، ماذا بيا وقت الفراغ نتاعي نزيد نتعلم به حوايج اخرين اللي نجموا يفيدوني في دومين الانفورماتيك نتاعي، هذا وقت الفراغ نتاعي. اوكي دونك اقرا قرايه سهله، والوقت المتفاضي المتفاضي فيها هذاك، الوقت هذاك تعلم فيه مهارات، تعلم في الوقت اللي تفضى فيه به. الواهم نقول فيه الكلام هذا باش كي تتخرج تلقى روحك عندك زوز حاجات، اولا راك نجحت وتخرجت وخذيت شهادتك الناس الكل، هذه الحاجه الاولى. وباهي الحاجه اللي خير منها انك سادك تخرج، اما انت في وقت الفراغ نتاعك تعلمت تلقى روحك خارج برشا مهارات برشا سكيلز، هذوك صدقني اهم الشهاده نتاعك. دونك هذا يراها اني احسن مسار واكثر مسار ملخص، ما نتكوبسش على بدني نمشي قرايه بعدين نقعد نتعذب، نقرا قرايه اقل من امكانياتي سهله، نحاول ناخذ شهاده في الدومين هذاك باش تعاوني بعدين في خدمتك نجي نلوج على خدمه، ومن طول حاجه اللي بعمل عليها باش نخدم بها هي المهارات نتاعك، خاطر تعبت برشا باش تعلم مهارات اكوم. اوكي تعلمت سكيلز وحوايج مهمين في الدومين نتاعك، نوظف الحوايج هذوك اللي تعلمتهم مع خدمتي، قدرة الله نلقى حاجة مزيانة على الاخر، وتنزيد نحكي عليها بالباهي النقطة هذه، كيفاش تتعلم مهارات، كيفاش توظف، وكيفاش المهارات هكوما يخليوك تاخذ خدمة مزيانة ويخليوك تقدم في حياتك. اوكي. باهي وكي تكمل 3 سنين انفو في ازات نجم تلقى خدمة باهية، تحكي نجاوبك وسيم على السؤال هذا نجاوبك، كي تكمل 3 سنين انفو في ازات نجم تلقى خدمة باهية ولا، مش 3 سنين مش الشهادة في ازات هي اللي تقوم تلقى خدمة باهية ولا، اقدر افسر لك شنو هي به هما المهارات نتاعكم الحاجه هذه. دونك الشهاده هذه هي اللي باش تدخلك للستار، طيب انا عندي جوار نتاع كوره، الشهاده هي اللي باش تخليك تدخل للدراسه الجازون الاخضر، كي تدخل للجازون الاخضر مش معناها كريستيانو رونالدو ولا ميسي تنجم تكون جوار خايب على الاخر، راك وصلت للستار مش معناها كريستيانو ميسي تنجم تكون جوار تعب كيما برشا جوارات. شنو هو اللي يخليك تتحول من جوار تعب لجوار ممتاز؟ هي خدمتك، معناها الشهاده هذيك باش تخليك تدخل للدراسه مش في الجمهور صح، وانت في الدراسه هذه خطوه. شنو هو اللي يخليني نولي كاسه؟ هذوك المهارات نتاعي كيف كيف الكوره. فما برشا جوارات موجودين في العالم مش جوارات الكل ضربين ونعرفوهم وتبارك الله يكوروا بالصحيح، كانوا جوارات الكاسرين ولا خدموا على ارواحهم ولا بالعقل لاهين ومركزين في خدمتهم سي كيف كيف، مش معناها خذيت الشهاده مره صحيح. هذه الكلام اللي حاب نوصله لك، وهذا المثال اللي نعطيه لك ان شاء الله الشهاده العمليه واضح. باهي طيب حكينا على سكيلز، تقول لي شنو معناها سكيلز؟ اني ما نعرف حتى شيء، اني حياتي الكل نقرا في الليسي نقرا ونروح. ديفلوبمون ويب في ليزات مش مشكوره، قل لي قدام ما تعملش حاجه باهيه بالحق حكيت والله ما فهمتوش محمد الميساج اللي كتبته لي، والله زيد اسال عليه. الويب ديفلوبمنت بالمناسبه الدومين مزيان على الاخر وتحفل على الاخر، ديفلوبمون ويب حاجه باهيه على الاخر كدومين، في ليزات باهي ولا خير ما عندي عليه حتى فكره خاطر ما قريتوش، وتراضيك فازات اصلا نجم تعملها. مثال كي تقرا ديفلوبمون ويب وانت مغروم به، الماتيريال اللي تقراهم تحسهم مضيعه على الوقت ما عادش تدخل لهم، والماتيريال اللي يفيدوا فيك اقوم اقراها وجيب فيهم نوت باهر اتوكاكا تنجح، والماتيريال الزايده ارتحت منهم انك غبت والوقت اللي غبت فيه تعلمت فيه تلقى تضرب عصفورين بحجر. البريباراتوار تكنو ما عندي على حتى فكره سادة عزه، اما نعرف اللي هم البريباراتوار ثلاثه فيهم برشا ماتو فيزيك، الماتو الفيزيك على عجل. اوكي باهي نظام خايب الاغلبيه القرايات تو تلقى النظام تاعهم خايب، راه باش نبداو متفاهمين مش تستناش باش يقريك حاجه خارقه للعاده باش نبداو متفاهمين، على الحيط راه اغلبيه القرايات تلقى على الحيط ويقري فيك حوايج بالغلط وحوايج فما حوايج بالغلط، معناها يقول لك هذه تحفظ ما تحفظهاش، وفما طرق اخرين ما خير باش تتعلم بهم مي الله غلط. اوكي ميكاترونيك ما عندها حتى فكره كر شو اسال شكون قاري في الميكاترونيك. اوكي نحكي في كلام جنرالي في الناس الكل في الفتره الجامعيه نتاعها باش يرقى خدمه باهيه باش يرقى مستقبل باهي، اصلا ضد الخدمه اللي معناها تحت تعب ضغط باهي مش مشكل نجيو لهنا. بالنسبه للسكيلز نتاعنا اللي حكينا عليهم قلنا سكيلز مهمين، السكيلز ينقسموا زوز انواع، عندنا الهارد سكيلز وعندنا السوفت سكيلز. باهي الهارد سكيلز كل ما هو مهارات كيما المات الفيزيك الالكتريك الميكانيك الانفورماتيك البروغراماسيون الجرافيك ديزاين البزنس هذوك يسموها هارد سكيلز. السوفت سكيلز هي حوايج غير ملموسه تحسها كيما انك تحكي قدام جمهور كومينيكي مع العباد، تعرف كيفاش تنظم وقتك، تعرف كيفاش تتعلم، تعرف كيفاش تربح وقتك، تعرف كيفاش تتصرف في المواقف الصعبه، هذوك يتسموا سوفت سكيلز.
اوكي، الزوز هذوما مهمين على الاخر، وصدقني في وقت نضوا ولاو السوفت سكيلز اهم من الهارد سكيلز، نظرا انه برشا من الهارد سكيلز، مش برشا كلهم، واليوم متوفرين على الانترنت ونص كل تنجم تتعلم، واللي تخلي واحد يتميز على واحد هما السوفت سكيلز نتاعه. دونك تو بالحق وقت باش نركزوا ياسر في السوفت سكيلز نتاعنا ونحسنهم، وتنفهموا مش معناها سوفت سكيلز. اكزومبل نتاع الهارد سكيلز قلنا مثل فوتوشوب، الجرافيك ديزاين، حوايج كيما البزنس، تعلم الفلوس كيفاش تدور وكل شيء. بات خلينا ناخذ تو كيفاش نتعلم المهارات هذوما، الهارد سكيلز، البزنس من الهارد سكيلز. والله صنفها البزنس من الهارد سكيلز صحيح. اني اي فهمتني، خاطر دومان وتتقريب بالورقه والستيلو، فهمت؟ مش معناها تتقريب بالورقه والستيلو، معناها تنجم تعمل عليها كورس اصلا، تقرا فيها كورس كامل وتعرف شكون عمل فيها كورس ويفسر فيها بالواحد وفيها معلومات، عباره تقرا في الماضي، فهمت العمليه ولا موجود؟ وي ما تهمش هارد سكيل سوفت سكيلز، ما يهمنيش حاجه هذيك لازم نتعلمها. البزنس راه انه اي انسان لازم ياخذ عليها فكره، ما تنجمش تتعلم اصلا البزنس الا باش تجرب البزنس، باش تدخل في البزنس هذا باش نبداو تفهمي، فهمت؟ عباره تقرا كيفاش تطلع جواره نتاع كوره بالقرايه، باش تطلع جواره نتاع كوره لازم تلعب بالكوره من الاخر، فهمت العمليه؟ دونك تبدا تتعلم البزنس لازم تكون في بزنس ولا عندك بزنس، اما اني لازم تقول تاخذ عليه نظره باش تفهم الدنيا كيفاش تدور اصلا، تشوف مرة نظرة مرة حاجة مهمة على الآخر. هذا دوت نحكي فيه الكلام هذا. باه تو باش نجي تو فهمنا انه عندنا هارد سكيلز وسوفت سكيلز. اش تقول لي فهمت الهارد سكيلز ومن حوايج هكوما كيما فوتوشوب، اش تقول لي تو شنو نجم نتعلم من هارد سكيلز وين نجم نتعلم من هارد سكيلز؟ انا ننصح زوز حاجات العباد تعملهم، فما زوز دومينات ننصح اي انسان بالحق انه يشوف روحه فيهم، خاصة العبد فما برشا فيكم يقول لي راهو اني راهو ما عندي حتى فكرة، لاني فاش باهي لاني فاش خايب، راني نقرا من الدار الليسي تو وصلنا عمري 18 عام نعرف الدار والليسي والقهوة من الاخر باش نبداو تمرين، هذا اغلبيه الشعب اصلا. اوكي، ما انا مراش روحي اني فاش باهي ولا فاش خايب. نصيحة، كيفاش تكتشف روحك؟ صار نبداو مرحلة اكتشاف الذات. مرحلة اكتشاف الذات لازمك تجرب، سهلة على الاخر. اعملي والله كانك حاضر، في بالي بهيك الكلام هذايا، فهمت؟ وحتى كاني ما قلتش هيك فهمت 98% من الشعب باش يقول لك هيك باش نبداو تفهم. تو خلينا نلقاو حل للمشكلة هذه، خاطر كانش تكمل على المسار هذاك مسار خايب على الاخر. خلينا نعطيك حل. الحل شنو؟ جرب الاخضر واليابس كل ماكله. ما نجمش اني نقول لك شنو هي احسن ماكله عندك وانت مجرب ماكله برك. مثال بلاش تخيل المثال هذا، يعني نمشي نهزك لليابان، انت عمرك ما مشيت لليابان نفترض. حتى انا عمري ما مشي. نوريك ماكله ما نعرفهاش، يعني سوشي ولا ما نعرفش عليهم شنو من الماكلات نتاعهم، من ذوقك كان هيك. ونقول لك اسمعني بالله انا احسن ماكله جاتك في اليابان، انت شنو ذقت باش تحكي شنو هي احسن ماكله جاتك في اليابان؟ ذقت ماكله بركه. دونك ما تجمش تحكم شنو هي احسن ماكله جاتك في اليابان. اما كي نعطيك تجرب 25 ماكله، تقول والله هذيك كي ندرى شنو هي اسمها، هذيك برجوليه خارقه العاده عجبتني نحب نرجع لها. كي نعطيك الشوا ولا تنجم تختار، سي كيف كيف بالنسبه لحياتك، لازمك تعمل الشوا. جرب الاخضر واليابس، الاخضر واليابس، اي فكره تضرب في مخك جربها، مثالش مش خاسر حتى شيء. انا مش نعطيك دومانات مزيانين على الاخر خاطر صاعدين وضاربين، باهي انك تعمل فيهم ستيب وتشوف ومتعلم تفيدك في حياتك مليار بالمية المهارات هذوما اللي نقولهم، وانت جرب حاجه حتى ما قلتها لكش مثال ما نعرفش عليها، يعني جرب 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 اي فكره تضرب في مخك جربها. حبيت تعمل شي يوتيوب جرب، اعمل شي يوتيوب جربها، مش قلت لك انجح فيها جربها. واضح تحب تتعلم لغه جديده تعلم لغه جديده، شنو المشكله بالك تطلع مغروم باللغات؟ اي فكره مقحه جربها، ما يسالش شوفها اكتشفها. كي تجرب برشا حاجات ولا تعرف شنو الحاجه اللي عملت لها شنو الحاجه اللي ما عملتلهاش شنو الحاجه اللي عجبتك. وديجا كل دومان كنقول لك انا بروغراماسيون، راه دومان بروغراماسيون ماشي بروغراماسيون، مليارات الدومانات في البروغراماسيون تاع لومباركي كيما الكوارت الاردوينو والروبوتيك، في جو تاع الروبوتيك تصنع الروبوتات والجو هذاك، في ما ديفلوبمون، فما ديفلوبمون موبيل تصنع لي زابليكاسيون موبيل، فما تصنع ديسك لي زابليكاسيون تاع لي ديسكتوب، فما الماشين ليرن، فما الانتليجنس ارتيفيسيال. والمثال ناخذ الويب، في الفرونت اند وفي الباك اند وفي الفول ستاك، يخدمهم كل مع بعضهم. شو قداش من حاجه اني هذوما لازمني نجرب، المرحله الاولى لازمني نجرب. واضح العملية؟ معناها أنت بعد ما تختار من برشا دومانات واخترت مثلا عجبك البرمجة، البرمجة موجودة باش تحلها باش تبدا تجرب فيها. لازمش تجرب حاجة وتقول هذه عجبتني، جرب. واضح العملية شباب شنو ولا؟ دونك هذه أهم نصيحة نعطيها لك. ما تضربطش هذه قراية وفاك ودار وليسي. دونك الأخضر واليابس، جرب برشا حاجات واعمل اللي جو الكل. باهي. دونك تقول لي باهي. الالكترونيك الكتروتكنيك اوتوماتيك، هذيك باهي هذيك فيها لون ماركي، معناها فيها الانفورماتيك والالكترونيك. يعني زوز دومينات انا نصح بيهم، الانفورماتيك كاين نمبر 1، وبعد تالي الالكتريك والالكترونيك والجواكي. هذيك باهي على الاقل خاطر فيها الكترونيك وانفورماتيك،
اللي هي الكترونيك الكتروتكنيك اوتوماتيك، الاليه والالكتروصناعيه والتقنيه، ولا ما ادري شنو في كتاب التوجيه. باهي تقرا من العام الاول ترونكوما، العام الثاني تقرا سبيسياليتي، فهلومباركي لومباركي حاجه باهيه على الاخر. اني بيرسونالمون تعجبني هسه. باهي دونك نكملوا نحكيوا على المهارات نتاعنا الشباب هنا. هما احسن سيتات نجموا تتعلموا منهم، اغلبيتهم فيهم اللي بالفلوس وفيهم اللي بلاش. معناك تقول اي دي اكس، فما كورسات بالفلوس فما كورسات بلاش، وانا ديما من الاول ننصحك ابدا بلاش. بعد ما تكونسومي الحوايج اللي بالبلاش وباهيه، وقتها ادخل ادفع الفلوس وقادي. مش من الاول تراك مازال تجرب وتبدا تخلص، ما تخلص شيء من الاول، جرب الصح. فما سيت اسمه اي دي اكس تحفون على الاخر، عندنا سيت اخر اسمه كورسيرا مزيان على الاخر، عندنا يوديمي غني عن التعريف، يوتيوب ناس الكل نعرفه، وسكيل شير هذوما من اشهر السيتات اللي تنجم تتعلم منهم اي حاجه تظهر في مخك. اوكي هذوما مهمين على الاخر. باهي لنا عندنا هاو تو ليرن بروجرام، اني زوز دومينات ننصح اي انسان انه يتعلمهم وهم ضاربين على الاخر، اللي هما كل شيء مكتوب في الديابوات هذوما والفيديو تلقاهم هابط على اليوتيوب ان شاء الله. احسن دومينات نقرا البروغراماسيون ديزاين، البروغراماسيون كل ما هو برمجه خسر في وقت هذا اللي ضربه برشا. ننصح اي انسان انه يشوفه ويتعلمه ويشوفه شنو الدومين هذا، حتى كان ما تخليش فيه ما يسالش يجرب. ودومين الديزاين، الديزاين كيفاش تصنع افيش، كيفاش تستعمل فوتوشوب، كيفاش تستعمل مونتاج نتاع فيديو، وهذا بالحق باش يفيدك في حياتك صدقني. لازم تتلز في فتره من الفترات، تحتاج انك افيش، تحتاج لوجو، تحتاج لحاجه تعملها، خاصه كان انت تحب تعمل حاجه لروحك، تعمل مشروع، تعمل بزنس، تعمل حاجه خاصه بيك. الحاجه هذه تشتمك برشا، تجي تعمل ابلكيشن على الفيسبوك مش تعمل، لازمك افيش. فهمت العمليه ولا من المستحسن من الاول، خاصه يبدا تلقاك بادي جديد وما عندكش فلوس ولا شيء، تبدا تخدم الحوايج كل واحد. باهي فما دي زينيفرسيتي قريت ديزاين في بالي، فما واحده ايتاتيك اي سنة في منوبه نسيت اسمها شنيه، فما فاك ايزي ايزام ايزام كان مش غلط في منوبه، تقري الجو هذاك نتاع الملتي ميديا وكل شيء فيما موجوده، وفي البريفي نظن موجود. باهي هذا بالنسبه للجو نتاع الديزاين وكل شيء. بالنسبه اللي تحل يتعلم بروغراماسيون، هذوما سيتات يعلموا، هذا سيت اسمه فري كود كام، فما سيت اخر اسمه الزيرو دوت اورك وهي شان يوتيوب ساده واحد مصري يعلم، وفما هذا سيت سكرمبا، هذوما السيتات هذوما يعلموا بروغراماسيون تنجموا تتعلموا منهم. هذا شان يوتيوب اسمه الزيرو دوت زيرو زيرو شان نتاعو الزيرو، وعنده سيت اسمه الزيرو دوت اورك تنجم تدخل له ترقى ما صار من الاول للاخر يعلمك. وحاولت تعطيك حوايج باهيين ترى فيهم، يعني حاجه باهيه من غير ما تقعد تضيع في وقتك وتلاوش، حاجه باهيه على الاخر. هذو كوتش ديما نسمع بها، اش نفسرها لك الكوتش شنو الملتي ميديا ثانيه بركه. باهي هذا بالنسبه للبرمجه شباب. فما شان اخرى نتاع يوتيوب تعلم البرمجه، هذه ترافرس ميديا حاجه باهيه على الاخر، وعنده كورسات على بالفلوس على يوديمي، انا عامل كورسات بالفلوس، حاجه مزيانه على دونك كل شيء ترقاه متوفر على اليوتيوب وتنجم تتعلم. والبروغراماسيون اصلا نورمالمون لازم نعمل عليها فيديو اخر، البرمجه باش تاخذوا عليها نظره، راهي مقسمه برشا حاجات اخرين كما قلت لكم، فما تطوير مواقع الويب، فما لي زابليكاسيون موبيل، فما لي زابليكاسيون تاع ديسكتوب، فما الماشين ليرنينغ، الانتيليجنس ارتيفيسيال، الداتا ساينس، وبرشا فازات اخرى. باهي هذا بالنسبه لدومين البروغرام، وننصحك انك ادخل اليوتيوب ولا وجع عليه واعمل عليه طلع افهم شنو هو الدومين، لعبات فاش قاعده تخدم فيه، لعبات فاش قاعده تعمل فيه، اخي كلها تخدم بايثون زعما لا، فهموا برشا حاجات وفهمهم ولاوج وحدك، هذيك مهاره انك تلوج على الانترنت سوفت سكيلز. باهي نتعداو حاجه اخرى، هذه الشيء نتعلم ورالي في راس اصلا، تعلم من الجو نتاع الملتي ميديا. اللي يسال على الملتي ميديا نحكي على حاجه جينيرال راهو ملتي ميديا، نحكي مثال فوتوشوب كيفاش تعدل التصاور، نحكي على بريمير برو ديجا هذا مازلنا نحكي، وهذا فيديو نتاع تروازيام قاعد منتج فيه مازلنا نحكي، معناها راكش تستحق في حياتهم، خاصه كما قلت لكم كانش تعمل حاجه ليك انت، باش تعمل بروجي، باش تعمل حاجه راك مستحق من حاجات. خاصة في بداياتي استعملتهم برشا برشا برشا. اوكي كيما نركح التصوير انت تلقاكم على اليوتيوب يا جماعه تفرج فيها في اليوتيوب، هذيك تسمى ثم بنيل مش نركحها، نركحها بالفوتوشوب اللي هو لوجيسيال اخر. باهي انا هذا اللوجيسيال نتاع مونتاج منتج فيه الفيديوهات اللي انتم تتفرجوا فيهم على اليوتيوب. كان اني ما جيتش نعرف الحوايج هكوما راني ما عنديش شان ونجم نهبط فيها، كان ما جيتش نعرف فوتوشوب راني ما نزلتش نعمل ثم بنيل وما نجمش نعمل افيش نهبطها، وكيك خدمتي باش تضر. دونك الحوايج هذو انت باش تستحقهم دونك تعلمهم. اوكي وبرشا حاجات في الملتي ميديا، وننصحك هاون اليوتيوب ولا واش استغل اليوتيوب لصالحك، خلي التكنولوجيا تخدم لصالحك انت، تعلم كيفاش تلاوش. باهي دونك حكينا على زوز دومينات مهمين اللي نحكيو عليهم بروغراماسيون والملتي ميديا، فما برشا دومينات اخرين وننصحك اصلا لاوج عليهم واكتشف وشوف. حاجه اخرى راه انه اي انسان لازم ياخذ عليها فكره اللي هي البزنس، هذه حاجه مهمه على الاخر. اراه كي نحكي هيك مش معناها قلت لك ولي بزنس مان، اراه بازات لازم تعرفهم اصلا باش تفهم الدنيا كيفاش تخدم، باش تفهم روحك لازم تتعلم بازات. باهي
تقول لي انا ما عنديش بزنس، ما عنديش بروجي باش نجرب شو نعمل. صحه على الاخر فما زوز حاجات، شويه فيديوهات من اليوتيوب وخير من الفيديوهات على اليوتيوب، لكتب هذوما بالحق يعطيوك برشا معلومات مزيانين على الاخر، خاصه لكتب. هاو في مكتب هذا ننصحكم ابداوا اقراوا فيه، صدقني كتاب مش عادي حتى تعرف، خاصه الواحد نزل جديد ديبيتو اسمه ريت جدال بوردي. صدقني انا خدته شي 4 مرات ب4 لغات، خدته بالفرنسي ب3 لغات، نعرف كان 3 لغات، فرنسي وعربي وانجلي، وقريته قرايه ومسموع، معناها كتاب مقروء كتيبه وسمعته مسموع، نظرا معناها الاهميه بتاعه قديش فادني. كتاب تحفون على الاخر ننصح اي انسان انه يقراه، يحكي على شخص هذا هو ملياردير عنده بو غني وبو فقير، كل واحد مش كان ينصح فيه. وتدرك انه اغلب الافكار اللي احنا تربينا بهم افكار غلط، هيك على المجتمع بتاعنا تبارك الله عليه، مجتمع ما تبارك الله عليه معناها تعب ياسر. اوكي ريد جداد بور دي. اوكي باهي، فما كتاب هذا في ايميت، فما برشا 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 مكتوب حاجه من الوقت قصير ما نجمش نقعد نعبر، شنو نقعد نحكي على الكتب باش نشد 4 5 ساعات اخرين نقعد نحكي في موضوع كيما هيك، كل كتاب باش نحكي فيه واش فهمت العمليه ولا دوك. انا هاني نحكي لك نحط فيك على السكه نوريك هاو في طريق واسرح من الاخر، اما تشد الكتاب تقول هذوما الكتب اني ما نقراهمش هاتفيا برجوليه ما نجحتش فيها. ونعطيك مثال، تخيل انت تمشي تشري كهرباء مستعمله، شباب ماشي تشري في كهرباء مستعمله، اما خير تمشي تشري وحدك وانت ما عندك حتى فكره عن الكهرباء المستعمله، ولا تسمعك واحد صنايع عنده 30 عام يخدم في الكراب ويفهم ويعرفها مضروبه مش مضروبه، الطوله صحيحه مش صحيحه، الموتير بريك ولا مش بريك، شنو يساعدك خير باش تطلع رابح؟ يساعدك انك تهز واحد صنايعي يعني معك. كيف كيف؟ هذا في البزنس حط لك واحد صنايعي يعني معك يعلمك البزنس، واضحه العمليه ولا؟ دونك ديما اقرا من الكتب هذوما وتعلم. راهم الكتب عباد خبره 30 عام حتى في كتاب بس سيادتك تستنفع بها. موجوده على الانترنت وبلاش. فرصه. هاو الانترنت باش تصلح لليوتيوب نتعلم بها كورسات وكتب. كي تستعمل الانترنت الحاجه هذه تروح حياتك تتقلب 5800 و5050 درجه تتحس. واضحه شباب العمليه كيفاش ولا؟ دونك الكتب هذوما انا ننصح بهم على الاخر، اصلا يفسروا لك برشا حوايج في الدنيا كيفاش تدور. انت تفهم روحك، تفهم علاش العباد تخدم في عباد، علاش اللي يخدم في العباد علاش فهم عباد تخدم وعباد يخدموا في عباد اخرين. لازم نفهمها، لازم نفهم من الحوايج هذوما باش نعرف روحي اني وين. اسكت الحاجه اللي نفهمها بالحق صحيحه، هذه الحاجه اللي نحبها، ما فماش حاجه ما خير. هذا كتاب نجم تقراوه. باهي هذوما بالنسبه للهارد سكيلز يا شباب، حكينا هيك قلت لكم اقراوا شويه على البزنس واحسن حاجه انك تتعلموا من الكتب، حكينا على البرامج عطيتكم ريسورس تتعلموا منها، وحكينا على شو اسمه الديزاين والتي ميديا فسرت لكم شنو ونصحتكم انكم تقريبا. بالله هكا احسن كتاب قبل فقير ايمن ديجا نعرفوا ايمن هاني وكل شيء، الكتاب تحفون على الاخر وكل شيء ديجا انت يعني قريته وتعرف كل شيء الكلام هذا، تنجم تنصح اصحابك في الحوايج خاطر فما شكون تلقاه اول مره يقرا كتاب اصلا فكره باش نعطي، فما شكون يسمع فكره توا صدقني فكرة الكتاب ما غريبة في مخه، يقول مش مقتنع حد الآن، مش يسمع فيها بتأكيد، مش يسمع فيها جملة معنا حيط طاو قدامه يضرب فيه، خاطر هذيك فكرة راسخة في مخه مش بدأوا متفاهمين. وهذه حاجة اتعلمها كي تولي تقرأ الكتب وتتعلم وكل شيء تتعلم تحاها فكرة الفكرة راسخة، وأي فكرة نجم ترقدها، أي فكرة قول علاش، علاش أنا ما عملش علاش، مش كيك خاطر لقيت أبوك ولا أمك ولا يقرأوا ولا الكتب ما نصرفوش بهم في المجتمع تولي ما نصرفش بهم، لا جرب واقرا وبعد ما تقرا خذ رايك. كان بالحق جاك الكتاب اقرا داير جديد بوردات، جاك ما تعلمت منه شيء ما عادش تقرا بطل لكم، انا مقتنع بها الفكره مقتنع بها. باهي نتعداو لحاجه اخرى مهمه على الاخر، الواحد لازم يتعلم لغات. باهي واش نحكي فيهم اللغات؟ باش نحكي فيهم طوطو. نتعداو للسوفت سكيل. السوفت سكيلز شباب باش نعطيكم من الاخر شويه حوايج نجموا تطبقوهم يفيدوك مع الاخر، كيما التايم مانجمنت كيفاش تنظم وقتك. اوكي تتعلم كيفاش تتعلم، ليرن هاو تو ليرن، كيفاش مخك يخمم، كيفاش تستغل طاقات مخك الكل باش تتعلم. الكوميونيكيشن كيفاش نكوميونيكي مع الناس، كيفاش نقرا، كيفاش نحط اهداف ونحققهم، هذوما يتسموا سوفت سكيلز. باش نعطيكم نقاط بيرسونال مو اني جربت برشا حاجات وفادوني من الاخر، نعطيهم لك من الاخر من غير وجع راس ولا يزيد لها وجع راس. فما تكنيك اسمها بومودورو تكنيك، عملت عليها فيديو على اليوتيوب عندي شي عامين ولا ثلاثه. هذه في بلاصه ما نقرا جلسه نتاع 3 سوايع، وجماعة اللي يقراوا عندي اونلاين ديما نقولها لهم، في بلاصه ما تقرا جلسه نتاع 3 سوايع، لا نقسمها نصف ساعه ترتيحها، نصف ساعه ترتيحها، نصف ساعه، وكل نصف ساعه ولا 25 دقيقه قرايه. صدقني يعني قرايه معناها مخي وتركيز، لا اتذكر التليفون ما نحكيش عليه في بيت اخرى، تركيزي الكل يكون قدامي ومركز كان في الحاجه هيك، كان عندي فكره ولا اي حاجه جات لمخي نحاها على جنب في 5 دقائق باش نرتاح فيهم ونرخم فيها.
هاكش معناها 25 دقيقة قريت هيك، صدقني كنت أقرأ ساعتين بالطريقة هذه، خير ما تقرأ نهار كامل وأنت تقرأ مع شبك التليفون ولا كمان في حاجة أخرى ولا ما أعرفش كيفاش قد قد. دونك هذه نصيحة مهمة على الأخر من الحوايج اللي تخليك تتعلم كيفاش تتعلم. بس فما فيديو اسمه تعلم كيف تتعلم، عمله احمد ابو زيد، شان يوتيوب، هذه دروس اونلاين، ننصحك انك تتفرج فيه، طوله 37 دقيقه او 39 دقيقه، الشان هذه اسطوريه باتم معنى الكلمه، ننصحك بالفيديو، بالفيديو تفرج فيه. اللي ما يعرفهاش صدقني محظوظ، اللي ما يعرفهاش محظوظ، خاطره باش يتفرج فيه. بالحق شان مش عاديه حتى طرف، برشا نصائح يحكي على الكتب، عامل دي بودكاست مع بدنا شحين، تعلموا من الشخص هذا، انسان مش عادي. بحاجة أخرى المايند مابينج هذه ننصح بها، ديجا فما كتاب يحكي عليها توني بوزان على المايند ماب، أهمية المايند ماب، لا وجه عليها شو معنى المايند ماب، ولا وجه عليها واحد تعاونك برشا. حاجة أخرى مهمة على الأخر هي تو دو ليست، في الأخر كي تخرج بحاجة من الكلام اللي قاعد نقول فيه اليوم، راه كل نهار دي كونتينر من عمرك، كل نهار تعيش وراه نقص، دونك النهار راه حاجة مهمة عندك، حاول كل نهار نستغل حتى المينيموم منه، ما قلتلكش ولا إيلون ماسك واستغلوا النهار كامل وشركة، لا استغل حاجة صغيرة ما تضيعوش النهار، النهار ما يجيش تضيعه، راهو دي كونتور عمرك دي كونتور، مش هبدا تفهم باش نستغل النهار نتاعكم الفوش. شنو ننصح تو دو ليست، الحوايج اللي باش نعملهم نحطهم في ليست، مثال باش نمشي نترانا، مثال ناخذ اكزومبل باش تبدا عملية واقعية، باش نمشي نترانا نضمن نكتبهم في الليل، باش نعملهم غدوة، مثال باش نعمل حصة في التوجيه كما عملناها توا، مثال تحطها عندي، باش نتقابل مع الشخص الفلاني مثلا نكتبها عندي، عندي مثال كورس هذايا باش نعمله، عندي كورس باش نقراه، باش نعمل مثال نقرا كتاب، مش تقرا كتاب كامل، باش نقرا جزء من كتاب، كل واحد كل قدير وقدر، حدد لي التوب نتاعي، هذوما لازمني غدوة نعملهم، كي نقوم الصباح نبدا البيت نتاعي واضح، لازمني الحوايج هذوما ما نرقد باش نكملهم، نكتبهم في ورقة، وبالتالي منه معناها في الليل غدوه كي نقوم الصباح ونعدي نهار كامل في الليل نشوف روح ونوصل شنو الحاجه اللي عملتها شنو الحاجه ما عملتهاش، اللي عملتها نشطبها واللي ما عملتهاش ما نشطبهاش، نخدمها غدوه نهار لبعض هكا انا نحس راح بديت نتحسن، بديت قاعد نحل حوايج نحط فيهم في مخ قاعدين يصيروا في الواقع، خير ما تعيش كيما العباء يحط فكره في مخ بالتالي بعضها تزمر طوله عرض، بدل يقول لك والله شيء صعيبه وكاسحه وما نجمتش، والعباد اللي قداوكم خير مني وربي اعطاهم ما اعطاهم لحد شيء، عمل على روحك تعمل كل شيء. اوكي باهي، هذوما بالنسبه للسوفت سكيلز، ننصحكم بهذا بالشان هذه، تفرجوا عليهم فيديوهات الكل، وننصحكم بالشان هذه، علي ابدال، هذه باللونجلي، باهي، اغلبيه المعلومات اللي حكينا عليهم طاو اليوم اللي شان يوتيوب، الكتب، البودكاست واتس هذا، معناها عبد وعبد يبداوا يحكيوا على موضوع انت انتريسي به، اغلبيتهم مشتركين باللغه الانجليزيه، معناها كان انت مش باهي في اللونجلي، اشتغل بلوك لهني، اشتغل بلوك، كي تبدا خايف في اللونجلي راهو لنا باش تبلوك يا شباب، استرقى حياتك قدامك. خاطر مثال الشان هذه ما نجمش نستفاد منها انا بحكم اني ما نفهمش باللونجلي، الكتب اللي كنت احكي فيهم مش كلهم مترجمين، فما برشا كتب مش باش نستفاد منهم، الكورسات كما يودي يكون مش باش تقراهم بالعربي باش تقراهم باللونجلي، دونك لونجلي صدقني مش خيار اني نتعلم ولا ما نتعلموش، مش خيار، واجب باش نجم نقدم. بعتالي في خدمتي هذاك كان دخلت لدومين البرمجه ولا الديزاين مليار بالميه باش تستعمل اونجلي، البرمجه ما نحكيوش الدوكيومنتيشن كلها باللونجلي، ديجا لونجاج دي بروغراماسيون باللونجلي، شنو هي فور واي باللونجلي، كومودرات باش تكتبهم باللونجلي، كل شيء تقرا باللونجلي، خلي كان خدمت مع شركه برانيه ولا خرجت برا باللونجلي، راهو اللونجلي حلك برشا بيبان، تعلم لونجلي، واللي يقول لي منين نتعلم لونجلي، هاو شان يوتيوب هذا اسمه زاد امريكان انجلش، اتعلمك اللغه الانجليزيه من الصفر، يرحم والدين والديه هذا تعلمت من عنده واني خدمته مزيان على الفت، يبدا لك من الصفر نتاع اونجلي نتاع معاقين، معناها تصاور وواحد وحروف وكل شيء، ويبدا بشويه بشويه تتحسن. هذه نصيحه الاولى تعلم الشان، مش الشان وكهو تعمل عليها، عمل كيفاش تدخل الاونجلي في حياتك، كيفاش مثال انا مغروم بدومين معين، مثلا انا مغروم بالاردوينو، ماذا بيا نتفرج على فيديوهات على الاردوينو باللونجلي، انا مغروم بالروبوتيك نتفرج على الروبوتيك باللونجلي، انا مغروم بك الجماعه اللي يعطيك النصائح ويعطيك كيفاش تستغل وقتك، كيفاش نتعلم مهارات جديده، كيفاش نتعلم كيفاش نتعلم، نتفرج عليهم باللونجلي، مغروم نسمع بودكاست وقت نسمعهم باللونجلي، نحب موزيك انا نسمع شويه موزيك باللونجلي، نحب نعمل شويه انترتينمنت نجم نتفرج على فيلم السبتايتل نتاعو باللونجلي، كيك نكون انتجريت لونجلي في حياتي وبديت نستعمل فيه، وخاصه كان فما شكون عنده امكانيه انه يكومينيكي مع شخص باللونجلي باللغه الانجليزيه معناها تعمل سبيكينج ولا اروع اللي اوكي وكيك تتعلم. واضحه شباب العمليه كيفاش ولا معناها نحاول نلخص لكم اني راه الطريق احسن طريق الواحد باش يتواجه،
ما نختارش حاجة صعبة من الاخر. اني هذه نصيحة، اني هذا ايش عملت اصلا، هذه تجربتي اني الخاصة، هذا ايش عملت، وافي كاس ومشت معايا مسطرة جوها هذاك على الاخر، ولا ريتهم عملوا من صحابي هيك الكل مشت معاهم صيحة. اوكي، واللي عمل على الشهادة هو اغلبيتهم طلعوا يصفقوا، انه يطلع انجينير ويعمل كان على الشهادة يصفق في الاخر، ما يوصل حد شيء. مش الكل بيشتغل مع الدولة، راه نحيوها عقلية ناخذ شهادة ونخدم مع الدولة، واني مخي فارغ بلاي نحيوها. هدي جاك علاش دولة سقطت هي من الفازات هذيك، خاطر تدخل في العباد تخدم بالشهادة والدولة ما تصارش من المهارات، فاهمين؟ اوكي، معناها انجينير ده دخلوا برا، معلم دخلوا برا، باهي مش باهي يعرف يكومينيكي اموره، هيك يخدموا برا. هذيك ما يراك حد، حد ما يراقبك حد، حد هاني هيك. علاش احنا طاف المرحلة هذه مش دوما فاهمين هيك، انا بركت هي به. دونك اني راي الخاص، اقرا قرايه سهله ما تكبسش على بد، يفضل لك الوقت. نرجع لك الوحده هذه، الوقت غير مش نمشي للقهوه ونمشي نتعلم بيه الفساد باش نضر روحي. اتفرهد بحاجه نظيفه باش نبدا تفهم، اتفرهد تفرهد ما يسالش. الفساد نصحك ابعد عليه الجمله، حتى التجريب ما تجربش. نصيحتي اني راه ابعد على حوايج للضر، راه حوايج ادمان واحد ابعد عليه، ريت حاجه فيها ادمان حاول ابعد عليها من الاخر، شراب وصلت له كل دوك ابعد عليه. صدقني تسقيط وما نعرفش واحد جربهم وما قعدش في الخمس جاكاي، خاطرهم معنى مخك يدخل مرحله اخرى وتتخمر وتتغرم، فهمتني؟ دوبامين واحد وتاكل بعضك، وتولي تحب تجربها من المره الجايه، لا لا يا شيخ لازم نعاود نجربها، بعدين تلقى روحك في طريق خايب على الاخر. اوكي، دونك ابعد على الحوايج هذوك، ضيع وقتك في القهوه وكل شيء، هذا موضوع فش. تتفرج شويه ميساج معاه على الاخر، تفرهيد حاجه مهمه للمخ اصلا باش يتعلم. دونك الوقت الفراغ اللي باش يفضل لك ارتاح فيه شويه وتعلم فيه برشا مهارات. المهارات هذوك اللي باش تتعلمهم ماذا بيك يكونوا في دومين قرايتك، كان نجمت معنى كان قريت انت في دومين مثل تحب الديزاين، اقرا ديزاين وتعلم مع الديزاين تنجح. انت تحب الانفورماتيك، اقرا الانفورماتيك الويب مثال، وفي وقت الفراغ نتاعك تعلم حوايج في الدومين هذاك في دوك على الاخر. اوكي، وبتبيع حاجه اخرين وكل شيء، وانت هنا وريتك ان الطريق وانت راك على. بعد 3 سنين يا شباب كي تتخرج مثال، نتبع ايزات ولا ايسات، كي تتخرج يتحلوا عندك برشا مجالات، الدنيا اصلا تتبدل، الدنيا تتبدل، يولي عندك اني يبدا عندي مهارات نجم نتك عليهم، مهارات هما اللي تتك عليهم في الدنيا مش الشهاده. يكون عندك الشهاده وهي تعاون حتى على خرج البر على حاجه نجم نحطها معايا، فهمت العمليه يا شباب ولا كيفاش؟ وخاصه يكون عندي مهارات حتى كي نقدم على خدمه نكون اني عندي افونتاج على الجماعه اللي واخذوا شهاده وكهو، خاطر واحد عنده مهارات وشهاده خير من واحد عنده شهاده وكهو. وننصح برشا انك تدخل في الكلوب، كي تمشي تقرا في الفاك ادخل في الكلوب وتختار الفاك اللي يكون فيه كلوبات باهي. هاو كيفاش تختار الفاك؟ بما اني فيها كلوبات والكلوبات النجم نتعلم منهم وفيهم دي سيرتيفيكا وكل شيء يفيدوني، النجم ندخل في دي كلوب، هذه حاجه تفيدني على الاخر. دونك ماذا بيا نمشي الفاك في دي كلوب، هاو كيفاش نختار الفاك نتاعي؟ غير كي تدور التصوير وتفهمها بالمقلوب محلها ولا دونك نزيد نتعلم، نعمل دي من نتلاقى مع اصحابي اللي تحب تخدم ومغرومه، نصنع نعملوا دي كومبيتيسيون، فما دي كومبيتيسيون في الروبوتيك، فما برشا حاجات تنجموا تشاركوا فيهم مع بعضكم، تعملوا روبو وتطلعوا تشاركوا به، منك تعمل جو ودي فورمون وتشيخوا، ومنك تتعلم ومن التجربه تقعد، خاطر اعرف انه كي تخدم الدنيا باش تتبدل، باش تتبدل وتشتري مسؤوليات وتشتري حاجات مش كيما القرايه وكل شيء. اوكي، ما نحاول نستغل الفتره هذيك، امشي الفاك في الكلوبات، شارك في الكلوبات، اعمل لي فورماسيون كان نجم، اعمل لي فورماسيون يفيدوا بالباهي بالباهي بالباهي، خليك الفورماسيون هيك منك تتعلم منها، منك تزيد تقوي السي في نتاعك في السيرتيفيكا، منك تقوي في حاجه اللي انت قاعد تخدم فيها، هكاك بقدره الله من 3 سنين تلقى روحك في بلاصه مزيانه على الاخر، خاصه يبدا عندك مهارات باهيين، تلقاك تعرف كيفاش تتعلم، تعرف كيفاش تكومينيكي مع العباد، تعرف كيفاش تخدم، كي تبدا عندكم كلوب اعمل دي بريزونتاسيون، اطلع قدام اللونفي واحكي، تعلم الحاجه هذيك، بس تلقاك خايف، تعلم حاجات كيما هذو مهمين على الاخر، فهمت العمليه شنو الفاك نعملوا فيها ولا؟ مش شهادة ناكل ونرقد كالروت، لا هذيك لا برشا افساد. مسيت انصحني بالبريبا معاها دي زانفورماسيون في لا البريباراتوار، انا قلت لك تطلع انجينير وكل شيء، لكن المشكله ما يقعدلكش برشا وقت باش تعمل الكلام اللي نقول فيه، باش تعلم مهارات سكيلز، وكل واحد عنده ميزان وراه، مش انا يعني نقول لك هذه باهي وهذه خايب، معناها كان تمشي بريباراتوار واغلبيه الوقت تشتغل في البريباراتوار ولا تنفذ البريباراتوار، خاصه كان بريباراتوار بالرو بعد ليش تتوجه، ما عادش عندك برشا شوا، لازمك تقرا باش تجيب رومبي باش تاخذ وجهي ذهبي، راسلك تولي تضحي بالتعليم، سي واحد القرايه عجبتك ما عجبتكش امور هذيك، لازم ينجح، فهمت؟ اني ضد الفكره هيك.
شويه وقت زعما بريبار انتجري بقلب والله فيها شويه وقت. عندي اصحاب يقراوا بريباراتوار انتجري والله يعملوا يشاركوا في دوكلو بيقريوا واحد باهي معناها فهمتني، خير برشا من بريباراتوار العادي، خير بمليون مليون مره معناها ريتها خير فهمتني، معناها الوقت لا فاضل باهي تنجح تنجح على الاخر معناها بريباراتوار انتجري نقرا فيها ونزيد معاهم الفازات اللي قلت عليهم اني بقدره الله بعد 5 سنين خاطر نتخرج بعد 5 سنين نلقى حاجه مزيان. اللي ما عندوش سكور ما يلحقلوش 3 سنين في الدومين اللي انا حاجتي بيه ايزات الكتريك ولا انفورماتيك ولا حاجه في فيهم الزوز هذوك دومينات الماشي، وبعد تالي هو مطون وقت اللي يقعد اللي نتعلم فيه ونتعلم فيه فازات مزيانين حاجه مغروم بيهم نشارك في دي فورماسيون نعمل دي كومبيتيسيون وهم مطون نعمل في جو تطلع لي حاجه باهيه على الاخر كي نتخرج نلقى روحي حاجه فوق مع باك مات يكون شنو مع باك مات ما فهمتكش زياده ولا لا فهمتكش تحب تقول سير على فاز بتاع 5 سنين ايش بها 5 سنين نتيح مع معناه اللي مش نقرا معاهم يبداو باك مات ونيفو قوي والله بريباراتوار انت غير فما باك مات نورمالمون يقراوا معك جماعه الباك مات، جماعه الباك مات انت يعني كل واحد وايجابيات هو خير منك في المات خاطر قارين اكثر مات وانت خير منهم في التكنيك ترقاك عندك فاهم مش معناها لي باسكول بينار وكل شيء، مي الباك مات ساعات فاش ترقاهم خير يخدموا يخدموا برجوليه يعطيهم الصحه يخدموا وهذه حاجه باهيه وتعلم الخدمه. انا عملت روازيم ما تقلبت باك تكنيك مي مش مشكله مش مشكله الكل كي بعضه فهمتني المهم تعديت وكاو فهمتني فهمتك اصعب برشا من متاع 6 سنين انا شو معناها اصعب برشا من متاع 6 سنين ما فهمتكش ما هو اي بيس 3 سنين وبعدها 3 سنين نولي انجينيور قلت لي تعمل كونكور ولا نعمل طول 5 سنين ولا 5 سنين بريباراتوار ان ديجري صحيح اللي ما تنصحش بها برشا بالضبط ما تركزوش ياسر مع العوام الشباب 5 و6 ماذا بيك اعمل جو في الجورني نتاعك نبدا نقرا ونتعلم وعامل كيف هذيك هي نتاع 6 سنين تصور ما تدخلش في الريسك وتتعلم برشا سكيلز كما قلت انت تثقف روحك وهو عام يعني الاخر يجم في عوض تربح الوقت تكمبس معناها تولي خاسر برشا حاجات صحيح كلامك صحيح يعني باش تربح عام تنجم على 6 سنين وتخدم ارتاح اما ما تضمنش راك عملت 3 سنين باش تقعد سيكل انجينيور اما كان بالبريفي تنجم تضمن فهمتك مسا ميزان كل واحد يعرف روحه ويعرف ظروفه ويعرف سكوره ويعرف جوه بس هي عندك فكره على المات ابليكي ولا اسمع والله حتى فكره مات ابليكي حتى فكره به قديش سكور انت قريت ما عندي حتى فكره انا تلقاها في كتاب التوجيه وشوف على روحك لازم تمجمل ولا بريفي اي باش تتعدى لازم تمجمل ولا بريفي وكل واحد ظروف اللي يعرف روحه مثال القرايه عجبته كل شيء يحب يمجمل فيها ومغرور وكل شيء نجمي مجمل يتعدى السكن انجينير اللي قرايه مش عجبته يعرف انه نجم يكمل بريفي نجم يركب شويه في القرايه برشا وقت يتعلم وحده برشا وكل شيء ويعمل النجم تعمل حتى حاجه اون باراليل عندك فكره عندك بروجي عندك حاجه تعمل مثال جرب مش خسر شيء واضح عملي انا راه شباب بيرسونال مور انت عندك بدي تجرب هذه راه الكلام اللي نقول لكم فيه مش ما تقولش هاو جيب الكلام من راسه راني نقول لكم كلاب اني بيرسونال مو طبقته اني راني قاري التعليم باش نبداو متفاهمين والجماعه اللي يقراوا عندي يعرفوني الو القرايه نتاع التعليم ما تقراش ما عندناش قرايه نقرا ساعه في النهار ساعتين ديما نغيب ديما قرايه سهله برشا ما عدا من الاول بزاف ما راهوش الاربع شهور الاولانيين والثلاث شهور مش نفهم شيء فاك وواحد كيما عباره من الكولاج ماشي للسي واحد مراهوج جديد وكل شيء دونك وكاكو معناها باش معناها نقرا مش نستوعب شنو هو القرايه هذه تاريخ وجغرافيا خاطر راني قاري تربيه وتعليم فهمتني دونك ما فهمت حتى شيء عادل شتا السيمستر الاولى كاكا السيمستر الثاني اقسم بالله العظيم الكل ما دخلش فيها 6 سوايع فهمت العمليه ولا الكل في قلب بعضها دخلش فيها 6 سوايع وقت شنو قعدت نعمل فيه وقت قعدت نتعلم فيه هذه باش نبدا متفاهمين باش ما تقول ها اقرا قرايه سهل قريت قرايه سهل الوقت اللي هذاك شعمل بيه قد نتعلم فيه الوقت نتاع قد برشا وقت فراغ برشا 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 وقت فراغ وقت فراغ هذاك تعلمت فيه اوكي تعلمت فيه برشا شاركت في عندنا ايصات انا كنت فاك التعليم تاع مهدي قبلت ايصات اصلا المدير نتاع الايصات نحكي معاه يسخني يتيديون الغادي كثر ما نهار كامل الغادي العسير سادة كيف كيف يسخني الغادي يتيديون معناها كي يدخل واحد جديد يقول وريني كارت يتيديون نتاعك يسخني من الغادي ساعات صراحه الاورديناتور اذا عنده فيه مشكله ولا حاجه فهمت واني مشني من الغادي معناها انا بكثر ديما عندي صحابي الغادي نقعد بعدين في الكلوب ونصنعوا هيك شويه روبوات نتعلموا شويه بروغراماسيون نشاركوا في لي كومبيتيسيون مشينا نتاع تونس قرطاج مشينا نتاع صفاقس مشينا نتاع مستير سرقنا في بر عفسات مزيانين على الاخر وعملنا جو
فهمت، وتتعلم وتعمل جو وتتغرم، هذيك هي الحاجه الباهيه فهمتني، وخصمك الجو تلقى بت على طاوله بيت على الغادي تحلى، راهي صدقني الغادي تحلى، وتقعد لك ويقعد في مخك، ما يقعدش في مخك دخلت تقرا في الفاك وعديت عام، ما يقعدش في مخك، يقعد في مخك التجربه المقربعه المزيانه الحاجه السبيسيال اللي عملت، هذوك نتذكرهم نطول نتذكرهم في مخي فهمت، بالتفاصيل بالتصاور بالريحه بالالوان بكل شيء، واضح. ما انا وقتي هذاك تعلمت فيه منه وصنعت فيه الكور، انا قريبي هذا في الجماعه نتاع الباك واللي الجماعه اللي تتفرج على الفيديوهات اللي تتعلم بيه، هذاك الكل في الوقت هذاك ولا نحكي لكم فيها كش معناها تايم، هذوك 3 سنين هذوك مش عملت فيها. وبعتالي هاني كي تخرجت يعني عندي الشهاده خدمت مع اصحابي اللي كيف كيف اني نغيب وما يحضروا، بعتالي هاني عند الدوله تخدم لكم كيف كيف، وهذا ديفو مش بدهم تفهمي هيك علاش بروكتي مش نورمالمون كيف كيف، مش نحكي على روحي بيرسونالمون، مثال انت تخرج في معلم لازم يكون مؤهل مؤهلات معينه، عنده كوميونيكيشن سكيلز، مثال انا اعطيك ابسط مثال، مش تقوم معلم حاشم وخايف الذراري راختين عليه، ابسط مثال معنا لا الشهاده ادخل، هاني شهاده ادخل شنو يا جيران ما صار البلاد عندكم على عينيكم تراو فيه، فهمت العمليه كيفاش ولا بركت باش نبداو معناها متفاهمين. هذاك اني بيرسونال ما عملت حاجتك اني جبت الشهاده في الاخر ونقمر ماتيار، مثال انا اعطيك مثال شعملت خدم مخك باهي تخدم المخ، مثال بي اف اي بروجي فان دي دي قلت اني باهي في الروبوتيك، ديجا الروبوت تحتي في الدار وقت نعيش معاهم فهمت، قلت اني من عندي روبو علاش ما نعملش بي اف اي نحط فيه الروبوتيك تعليم اديوكيشن وروبوتيك، عملت بي اف اي على اديوكيشن وروبوتيك، انا كاي ضامن شنو في 18 خاطر معناها حاجه سبيسيال فهمتني، ولو قدرنا عجبته ما عادش ندخل نقرا طيحت قداش من الماتيار وعادي ونعرف روحي باش ننجح فهمت، خذيت فيه 18 ومطيح قداش من الماتيار فرونسي واحد على الحيط ارقام فضيحه معناها، والماتيارات اللي دخلهم هم اللي مدخلهم بالثقافه العامه معناها بقى استعب عندي يعني فهمتني، ووقتها كي نستغل فيه نقري صدقني وقت اللي نقرا قاعد نقري اصلا واني نقرا فهمت، نقري في جماعه الباك ولا نزيد نقرا وعادي على الاخر انا هوني نجحت وكل شيء ما تواجهش مشكله، اما المهم تفكر وتشوف انت الوضعيه لفا وتخمم وتكمبس وتتعلم وتشوف وتتعلم كل شيء تتعلم وتجرب، اهم حاجه تجرب، كما جربتش يعني تو كما حللتش مثال شان وجربت فهمت ما تعلمتش برشا حاجه برشا حاجات ما تعلمتهمش، راني ما نعرفش روحي لاني نعرف نفسر الباهي مثال ابسط مثال، كان جيت خايف نقول لا وش بك صوتي واحد قدام الكاميرا صوتي خايب شويه اه كيفاش تو ايش قادي شنو الشاشه تموت 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 ما جرالك شيء قادي وكو حطها في مخها قال ليش دي حاجه قاعده اش تموت اش تموت كان اش تموت قول لي سجل لك كارثه نحكي في البزنس شنو شي يقول لك يقول لك ايش تعمل مثال ريسي شنو هو النتائج مثال اني شنو نرهن دار عشان نلقى بروجي نرهن دار لو وصل البروجي نبات في الشارع دونك هذا ريسك خطير ما نعملش ما نعملش وبرا حتى كان العائد كبير يمكن فشلت قمار هذا ولا فهمت يا شباب كيفاش تخدم مع مخك ولا هذا قمار دونك ما يجيش نرهن دار انا من باب بروجي قال شنو قال انا متاكد ما نعملهاش نبات في الشارع ما تجيش اما كي نعمل حاجه مثال عمل شان وفشلت مثال شنو خسرت؟ ما خسرت شيء تعلم تجربه دونك فازي معناها بالمنطق اما احنا لا نخافوا من الكلام ولد عمتي وندرى شكون شي يقول فيا وندرى شنو ماشي مكفي فما واحد شي تلاهي بيك فما حد باش يتلاهي بيك دوني كيش راك مثال عمل حاجه شنو تقعد تلاهي بيك وين تلاهي بيك؟ الله ما عرفت فاش الحيط وفارغ شي تلاهي بيك انت كدبت تخدم يا حياتك ما عادش تلاهي فيها انت روحك ما عادش تلاهي تنسى شنو لابس ساعات تنسى باش تشري دبش تنسى منظرك الخارجي تنسى كثر الشخاش خلي شنو نوقفك شنو نحبس نتلاقي في فولان كان واحد قيد ولاية في الناس راهو طاستو فارغه راهو جابي حلبيه راسو حلبيه فارغه مش حد فاهمي وبما انه المجتمع كامل كاكا فارغين قاعد في القهوه يقطع ويريش تولي انت كي تسمع عباد قطع ويريش تخاف تقول قد لي ضربه فيا يعني كي جبدوني قشتلوني يعني يقول لك عمل هذه طلعت الفضيحه اقوم مش خايفين احنا مش ندوش أغلبية الحوايج كده احسبوا الريسك ديما احسبوا الريسك قول اني شنو هذه شنو الحاجه اللي شنو تنتجر كان كارثه كبيره ما تعملهاش كان لا ما يصير شيء قادي وكان حسيتك بديت تخوف هذيك وقت قاعد انت تو قاعد في الجروث زون قاعد تتعلم وقتها قاعد تتعلم وقت هذيك اللي كنت خايف واحد هكا وبالتالي لقيتها وقت تعلمت تعلمت حاجه مش ناس كل تنجم تعمل جرب مثال احكي قدام جمهور تطرام صعبه من الاول تطرام صعبه من الاول جرب حل واحد جرب سجل فيديو جربها من الاول جربها جرب حل واحد قلت تضرب مصابها من الاول هيك الصعيبه من الاول بعدين تلقاها وقتها دخلت في الجروث زون وقتها قاعد تكبر واضحه شباب كيفاش ولا اظن انا صح تمنيت واحد يعطيهم لي 5 سنين تالي باش نبداو فاهمي هكا علاش بارطاجيتهم انا من ناحيه من وقتي وقلت لي خم بارطاجيهم خاطر تمنيت انه شخص اخر يقول لي ما قال لي حتى حد
واني اصلا الكلام ده تقرا عندي تعرف واني نقرر ننصح نركز على السوفت سكيلز باش نبداو متفاهمين، خاطر تمنيت ان واحد يقول لهم راني ربحت برشا وقت. في 5 سنين شعملت كان واحد قال لهم لي راني زدت ربحت وقت اكثر، لكن اللي كاتبه ربي هذاك هو الباهي. فهمت العمليه كيفاش شباب؟ اني نعطيكم في الكلام هذا باش تقال باش تعمل باش تجرب باش تشوف باش تعرف انه اي انسان عمل حاجه خير منك عمره ما كان خير منك، راه فماش واحد خير منك. جرب وكل واحد ومصاره، ما فماش مقارنات راه باش نبداو متفاهمين. ما تقارنش تقول هذاك عمل نعمل كيف مش نعمل كيف، تجرب تقارنش تمرض باش نبداو متفاهمين. تيح في المقارنات شبي هاك عمل هكاك وفي هذاك وهاك علاش وفي الوقت هاك وانا شبيني في الوقت هاك ما عنديش هيك تمرض. مش نفس الحظوظ الناس الكل طاو في التوجيه، ما تقارنش روحك بصاحبك، لك انت وياه نفس السكور، لك انت وياه نفس الظروف المدينه، انت وياه نفس الضغط العائلي. فاش قام تقارن في روحك بصاحبك؟ انا يعني نشوف وضعيتي شنو فيها ونطبق. واضح العمليه كيفاش تخدم لهنا ولا وتمشي بقدره الله. بعد لي شنو تعمل؟ تعلم تاخذ القرارات. تعرف علاش التوجيه صعيب؟ علاش؟ والله هذه باهي على الاخر، خاطر ما استنسناش ان ناخذ القرارات. بالك هذه اول مره باش تاخذ قرار مصيري انت في حياتك طوال لحد الان. هكا انا شويه مش هيك يرهوش يرهوش شو اسمه التوجيه يرهوش يرهوش صعيب. علاش صعيب؟ ينجم يكون خاطر عمرك ما خذيت قرار مصيري في حياتك. نهار كامل داركم يختاروا لكم، شوف لك قدام شكل ينجم يختاروا لك هو التوجيه الاولاني راه اختاروا لك هو. مثال نحكي في مجموعه من الناس هيك جينا هنا قرروا في ارض الواقع حتى دارهم عشان يتعاونوا الكتريك الكتروميكانيك انفورماتيك انفوتكنيك تكنيك الكتروميكانيك ميكاترونيك. فهمت شيء؟ دونك هو نصيحه استانس علم خذ القرارات ادرس القرار اسال العباد واي قرار بحطه في الورقه نتحمل مسؤوليتي. نجح نجح فشل نتحمل مسؤوليتي نزل الفشل فوق كتافي ونوصل نصلح شو نعمل طبعا ما فات شيء. في الاخر اللي كتبوا لنا ربي هذاك هو الباهي. اعرف في الاخر انه بعد برشا وقت تقول اه والله التوجيه اللي عملته ما كانش غلط ما كانش غلط والله صحيح اعطاني كان مش هيك ولا ما صارتش هيك ولا ما صارتش هيك ولا ما صارتش برشا حاجه. فهمت العمليه ولا؟ المهم خلي افكارك قويه، اعرف فيش تفكر، اعرف فيش تستغل وقتك، اعرف فيش تعلم. السكيلز نتاعك هما اهم حاجه عندك مش الشهاده. هذا اللي حبيت نوصله من الكلام هذا. ما نعرفش يكون عنده حاجه يحب يقولها قبل ما نكملوا هذا. وانا قلت لكم اللي يحب يسال على فاك معينه ولا حاجه ما تسالنيش انا، اسال اجمع اللي يقرا في الفاك. تحب على ايزات انفورماتيك ديفلوبمون ويب، اسال شكون تخرج منها مش يقرا في وسطها. ما تسالش واحد، اسال زوز ولا ثلاثه. وانا لو جالين في الجروبات كيك تطلع بفكره مزيانه في راسك. اوكي، ما تحبش عليك حاجه سطحيه، خذ حاجه متعمقه خير. أنا يعني خليني في البارتي بتاع النصائح، كيفاش تستغل الفترة بتاعك، كيفاش تختار، كيفاش تلاوش، نجم نعاونك في الحاجة هذه، أوكي؟ دونك شكون عنده سؤال يا شباب هنا قبل ما نكمل؟ ما نحبش نطول. هادي إدريس، تفضل هادي. أهلا مسا، صباح. مرحبا بك أخويا لاباس. مبروك. علينا وعليك عاش خويا الغالي. أمس بلي فما حاجة أنت قلتها وما كنتش مركز معك. كيفاش تنجم تخرج إنجينيور خلاف البريباراتوار؟ تنجم بك الفازات الاولانيين انا موجود ارجع للفيديو مجهول طرق هذا ما كل يخليك تخرج انجينيور من غير بريباراتوار. صار هيك مش كان نتاع انفورماتيك؟ لا اظن نتاع انفورماتيك عليهم ما تنجم دوما حتى في الالكتريك والميكانيك تنجم. واضح. هم الطرق اللي يخليك تنجم تخرج. بسبب ليه عندك فكره على الانرجي رينوفلابل؟ والله حتى فكره على الانرجي حتى فكره. نعرف انرجيتيك ما عندها لا حتى فكره. عاش خويا هذا. تفضل زياد. عسام عسام بالنسبة للقراية في ألمانيا البر اش عندك دومينيت غاديك و... أكثر دومين ضرب هو الانفورماتيك في ألمانيا في العالم الكل أصلا وفي ألمانيا خصوصا في برشا دي ستارت اب طالبين برشا وصالارات طالبين برشا فما فازة تكنولوجي اند مانيش بيف لونج اند مانيجمنت ولا معناها مخلطة بين التكنيك والليكو ولا قال لي خويا خط يقرأ البر كان عندكش عليها فكرة قال لي جديدة عمدها قال لي ما عندي 3 سنين عم والله حتى فكرة نعرف الانفورماتيك مطلوب برشا خاصة في ألمانيا حقيقة فهمتني وحاجة باهية على الأخر أصلا والانفورماتيك راه مطلوب في البلايص الكل باش نبداو متفاهمين مش كان في ألمانيا حتى الخروج نتاعهم البر سهل بين جماعة الانفورماتيك أوكي وصلاراتهم طالعين برشا
وتخرج بعد الباك مسوي خير من اللي تقرا في تونس والله ثلاث سنين اسمعك، انا وباك. ما جربتش يعني، اصحابي اللي خرجوا قالوا لي هيك، قالوا لي كنا خرجنا من الباك خير، يقول لك الشواء اكثر خير من انا يعني، عندي صاحبي عنده عامل جيني سي في، يعمل لك عمل جيني سي في تحصلت في جيني سي في، بينما كان خرجت من الباك شواء اكثر، يعمل نعرف برشا عباد خرجين من الباك اكثر. ودونك اسال انت في النقطه هذه. واضح. ما شكون عنده سؤال اخر شباب قبل ما نكمل؟ انرجي نيرو ميسي، كيفاش نعمل ميسي، كيفاش نعلم نتعلم به به، ننصحك اني اعاودها من الصفر. انا اعطيتك قناه والله هذه تبدا لك من الصفر، هما فما برشا دومانات. اسمعني يا بشير، اصلا لاوش فما مهاره يا بشير تتعلم، كيفاش لاوش هذيك مهاره، مش بدا تفهمين. اوكي لاوش يا بشير، فما الزير ويب سكول اللي اعطيته لك لينيا، تروح حلو لك على اليوتيوب ده الزير ويب سكول. دقيقة بركة. أوا هذا هذا عنده كورسات من الأول، مثل اتش تي ام ال سي اس اس، يبدا يقول لك من الأول. أما هذا بتاع ويب يعلمك كيفاش معناها صناعة مواقع الويب، ويبدا معك ويعطيك الرود ماب، يقول لك أنا الخريطة، أنا عنده السيت يعني الزيرو دوت أورك، أنا نوريه لك. أما أنا نحبك تلاوي لوحدك، باش نوريك أنا كل شيء، باش تتعلم كيفاش تلاوش، خاطر أنا لوشت وحدي باش تعلمت، ما جي حد وراني. به الزيرو دوت اورك انا اجي لاني ترقى مسارات التعلم، بعد ما ترقى مسارات التعلم ثانيه بركه شباب، وان شاء الله اني باش يكون عندي فورماسيون ان شاء الله ساده الجماعه اللي تحب تتعلم انفورماتيك من الصفر. اما هذا الاردوينو معناها نعلم فيها الدوره، نعلم فيها البروغراماسيون، وبعد البروغراماسيون هذا كنوظفوه في الكارتا باش نتعلم كيفاش نكومانديو الكارتا، اما من الصفر معناها نتعلم فيها البروغراماسيون من الصفر، شو معناها بوكل فور، شو معناها بوكل اف، شو معناها بوكل وايل، شنو هو الفرق ما بين اللي بوكل هذا، كيفاش نستعمل هذه، شو معناها فونكسيون، كيفاش نعمل فونكسيون، متى نستعمل فونكسيون، وليش نجم نستعملها مع الاردوينو الفونكسيون. معناها عملت ديجا اني يعني عليها في الساعات اللي فاتت، وان شاء الله تكون بعد جمعتين ان شاء الله باش تكون فما فورماسيون. اما من الصفر معناها الواحد مش فاهم حتى شيء، تابع الاردوينو، الاردوينو هذا هو شو تنجم تعمل به، الجماعه اللي يقراوا امباركي نجموا يتعلموه، والجماعه اللي حبيبنا في البروغراماسيون نجم يتعلم، خاطر هي بروغراماسيون في اللونجاجات كل التفكيك، جيست تتعلم الكونسبت نتاعها بعد تلقاها يتعاود. اوكي وحاجه تفيد على الاخر، وتنجم تصنع بها حوايج موجوده اونلاين وموجوده في الحقيقه، خاطر ولا عندي سنتر في الحقيقه اللي قريب من الساعه اللي نجم يجي في الحقيقه، وحاجه مزيانه على الاخر، وعندي ساده كعبه اونلاين للجماعه اللي بعد ما نجموش يجي في الحقيقه، معناها فيها دو فيرسيون، كعبه اونلاين وكعبه في الحقيقه. اوكي اما حاجه باهيه على الاخر وحاجه تفيد على الاخر معناها باهي، وفيها روبوتيكس هذا معناها اردوينو، معناها نتعلم البروغراماسيون، البروغراماسيون هذه كيفاش نبروغرامي بها الكارت، بعد الكارت هيك شو نجم نصنعوا بها، مثلا نجم نصنعوا بها روبو، وناخذ الزومر نتاع روبو ونصنعوا به، وديما تعلم ديما تعلم، وين تتعلم اكثر حاجات من هذا مصلحتك انت هو. ايش المسار التعلم هون هنا، فرونت اند ويب ديفلوبر، فما الباك اند ويب ديفلوبر يخدم البارتي التلانيه نتاع السي، فما الواجهه الاماميه الزينه وكل شيء كيما الاتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت، فول ستاك هذايا الاخضر واليابس. مثال انت تنجم تجي لهني مسار فرونت اند ناحية هذه، وانا تب انا تلقى عطيك باش تبدا اهم الادوات والاعداد، اهم الاسئله اللي تسالها، تعلم لغه اتش تي ام ال، تعلم لغه سي اس اس، انا خد على الدراسه وتلقاه هو موجود، معناها عطيك الفيديوهات من السيت نتاعه هنا، من الفيديوهات اللي متبعها وتتوكل على ربي، فهمتني؟ اما اتش تي ام ال والسي اس اس مش من لونجاج دي بروغراماسيون، معناها ما فيهمش كل لوجيك نتاع الفور والوايل والايف وكل شيء. باهي كيفاش الواحد ينجم يحسن روحه في الفرنسي بالباهي، والله لا وش في اليوتيوب فما شان اسمه طليق، هذه يعني تعلم اللغات الكل، طليق يوتيوب تشان دي ما تعلم هذه في بالي علم فرنسي، هذا ما عندهم موجود كل شيء، هذه هي طليق هاني فاهم اليوم، فاهم الفرنسي كيف باللغه الفرنسيه، عندهم كورس وعندهم ابليكاسيون تنجم تتعلم عليها، فهمتني يا فرنسي. اظن الحوايج نجم نتعلموا البرمجة لازم نعمل عليها فيديو اخر اصلا كدومان، وكل دومان نجم نعمل عليه فيديو اخر، البزنس لازم نعمل عليه فيديو اخر، فهمتني؟ لكن انا بطبيعة مش باش نعمل، انا اعطيتك الكل وانت تعلم لوج واحد فلا حد شيء، هذيك مهارة انك تعلم تلوج وتغذي الحاجة اللي تحب تتعلمها هذيك تغذاها انك تلوج واحد كل شيء. باهي نورمالمون هيك الشباب نكون كمل اللايف نتاعنا، ان شاء الله تكون استفدتوا بالمعلومات هذوما وفادوكم وعجبتكم الحصة، وان شاء الله اهم الكلام هذا ما تخليوش الكلام هذا تيوريك، حاول ردوا براتيك وحاول غير من روح، ما تسيبش باش الدنيا تتحسن. اوكي حاول غير من روح، ابدا من روح،
وابدا، اهم حاجه كلمه ابدا، لانسي مش بخاسر شيء. تحب تتعلم حاجه ابدا من اليوم، تعلم في حاجه ابدا، لوش كيفاش تتعلم حاجه ميسالش، وكل مره ستاب، كل مره ستاب، بعد وقت تقدر تفهم النتيجه مزيانه. عندك نتعلم بروغراماسيون تاع كومبوزون الكترونيك، شوف لهم بركي الاردوينو تساعدك، الرازبيري جوا هذاك الكل يمشي معك به. الانتجري كان تنجم تعاوني كيفاش نلقاها، شنو هي اسمها بالعربي؟ والله حتى فكره محمد ناصر عبد الله. الانتجري مرحله تحضيريه مدمجه، زعما هيك لاوج مرحله تحضيريه مندمجه. شوف هيك محمد ناصر بن عبد الله، هيك هيك مرحله تحضيريه مندمجه، وهاني تلقاها موجوده في ساتسوس. به تذكرها كي ما يسمحليش البريباك، يبدا عندك شكون نجم يدخلك، والله اظن ما نفهمش فيهم، نعرف كل شيء في دون سيجرك، يبدا عندك شكون، نعرف اللي صاد شكون دخل خلوا عنده شكون، هذه على عينيه يا ريتها، بعدين جايب 10 وتخلي يقرا في سكسيون تاع 14 قاري اي اي ار نفكر 14 ولا 13 وجايب 10، فهمتني؟ هذه موجوده بريباراتوار، ما عندي حتى فكره، نورمالمون تصير، ما نفهمش فيهم الحوايج هذوما الحقيقه نضرب. واصلا مادام انت سكورك ما لحقلكش زايد تدخل لها، معناها شنو تدخل بعدين يصير سيرك تحب تخرج وتلقاها صعيبه وماكينات يقرا معاك وكل شيء. هو كان نجم نشوفه، والله تو نشوف، كان حاجه عندي فكره نجم نجاوبك عليها، حاجه ما عنديش فكره سامحني الله خلي ما نجمش نجاوبك عليها. انا اعطيتك الفكره كيفاش تلاوج، اسال الجماعه لا تخرجوا من دون هذا الشيء. حسيت تعليم سهل ولا صعيب؟ تعليم تحكي على الفاق، ما انت تعليم سهله برشا الحقيقه، سهله برشا سهله برشا. تفضل محمد ناصر، كان عندك سؤال اسهل ولا اسالني على التعليم سهل؟ اما كخدمه مش هي سهله، خدمه التعليم مش دو تامين، القرايه نتاعها سهله، اما كخدمه مش سهله، والتقريه عموما انك تقري مش عمليه سهله بكل، مش دو تامين، فبرشا خدمه، فبرشا تكسير راس، فبرشا صبر، فبرشا خدمه بالحق، ولا ليس سهله بكل. مجربها ماني قريت كبار وصغار. به سوفتوير انجينير، سوفتوير انجينير بالانجلي، معناها احنا بالفرنسيه انجينير نتاع انفورماتيك، فهمتني؟ هذاك البريباراتوار انتجري. محمد ناصر شنو سؤالك؟ محمد تفضل. هرش محمد ناصر قلت لي عندي سؤال، كان تحب دقيقة نحولك. تفضل راح حليتك الميكروفون. كيفاش سؤال كيفاه وليت اني فورماتور في الاردوين؟ باهي احنا نجاوب سهل على الاخر على هذه. كيفاش وليت اني فورماتور في الاردوين؟ باهي اول حاجه مش حاجه كيما هكا لازم تولي فيها فورماتور، لازم تكون انت متمكن منها، مش تعبان تجي تتعلم من عندك اصلا، هذه حاجه الاولى. كلام للناس الكل هذايا، معناها ما تنجمش حاجه انت مازلت مهسهس فيها تعلمها. علاش؟ خاطر وانت تعلم نجم يوقفك ايتيديون يقول لك سامحني، هذيك كيفاش تتقادر؟ اسكو النجم ينقادي هاكي؟ ما تنجمش تعدي تقول له لا هذه والله ما نعرفها، لا هذه ما تصيرش، شي خليك ضحك يقول لك هذا شنو هذا؟ فضيحة، معناها انت تقعد فضيحة وتضر العباد اللي جبتهم يقراوا عندك، كان جوك اصلا العباد، فهمت العملية ولا؟ معناها لازمك الحاجة اللي باش تقراها تكون بالحق متمكن منها بالباهي 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 بالباهي. كيفاش تتمكن منها؟ بالبراكتس، حاول كل نهار تتعلم، كل نهار تتعلم، كل نهار حاجة جديدة، كل نهار حاجة جديدة، بعد اللي تعمل دي بروجي تقدم القديم وجديد تتعلم كيف تتحسن، وبعد اللي ابدا بشوي بشوي كل ما تزيد تقرا تقري وتتعلم، لان تولي معناها تبارك الله حاجة مزيانة على الاخر. هذه الحاجة الأولى. حاجه اللي بعدها الانسان كيفاش فورماتير، فورماتير معناها اني لازم تكون متعلم الباقي، لازم عباد تقرا عندي باش نتصنف كفورماتير. كيفاش جبت العباد مثلا تقرا عندي وتتعلم من عندي اللي اني بعد ما تعلمت وليت نحس في روحي كابابل اللي اني المعلومه هذه نجم نفسرها اصلا؟ لازم يكون عندك التيتشنج نامن به اللي هي سكيل، صح؟ باش نبداو فاهمين مهاره انك كيفاش تعلم العباد، خاطر كان جاتك كرم البروفات الكل باهي، هو مش البروفات الكل باهي، فما الباهي وفما الخايب، وانت تقرا وتعرف، بينما انه التيتشنج هي مهاره، صح؟ سكيل. اوكي باهي، لازم يكون عندك شويه من المهاره هذيك، خاطر انت تفسر العباد. وبعد ما انت ما تكون متمكن لازمك تجيب عباد انك باش تقريهم، باش تجيب لازمك توريهم ذوق، تقول لهم هاو انا نعرف، هاني خدمتي هيك، علاش عامل كورس ثاني؟ انا موجود على الانترنت على اليوتيوب، الناس كنت تنجم تتعلم من، فهمت العمليه ولا؟ هون الكورس موجود وشوفني، شوف عجبك وتعلمت منه، انا كي نعمل الكورس مثل في الحقيقه وكل شيء، باش يكون اكثر ديتايات، واصلا راني من وقت هكايا ابديت حسنت طورت، راني الفورماسيون الفورماسيون اليوم عملت فورماسيون، فورماسيون جينا نعملها ما نعملهاش كيفها، المشاكل اللي في الفورماسيون حسنها في الابعاد، دونك ديما نعمل ابديت. معناها كي انت تشوف الفيديوهات وتقول مثال هاني عجبتني والتلامذه الكل اللي يقراوا عندي ولا الفيديوهات اللي يجوا الكل يجوا بطريقه هذه يشوفها، هاني يتاكد اللي انا نعرف اش قاعد نقول، بالرغم ما فماش بدون فورماتورات يهبطوا في خدمتهم على اليوتيوب، ما نعرفش علاش الحقيقه هذه غريبه في بلاد العجب،
معناها اني نمشي نقرا عند فورماتير يقول لي يقرا عند اقوى ان شاء الله سونتر دي فورماسيون، انا باش نقرا عنده شكون ما لازمني نرا خدمته سادة شبيه برا يعملوا كيكه نتاع يوديمي هانا يهبط خدمته تلقى عنده اصلا شان يوتيوب وبعدين يقول لك راك ليش الكورس نتاعي تفضل لهنا يبدا من متخبي ورا الاورديناتور ويقري ما فهمتش كيفاش يجيهم اني اصلا نراب العباد بالحقيقه غريبه فهمتنا وندخل نلقى مش فاهم حتى شيء نقرا عنده شنو يضمن لي وصارت لي ليالي شنو هي المشكل دونك انا باش نخدم خدمه باهيه نبارطاجي هاو هاني نعرف هاو هاو كيفاش عملت هاك هاو كيفاش فسرت هاك فهمت ما يجيك لا تقرا عنده ما عندنا مشكل فهمت معناها لازمك تتمكن من المعلومات اللي قد قريتها تتمكن منها الحاجه هيك ديما تحسن فيها روحك بالكلام اللي كنا نحكيه فيه بعدين تبارطاجي شويه من الخدمه خلي تشوف الناس وفيد الناس هاني كيف تكون فدت الناس وفكرت روحك وتجيوك لعباد ما تخافش يقول لك عجبتني الفورماسيون تاعك بلاك انت تجي موري ولكن نعمل فورماسيون نكلمه يقول لك نعمل نشارك فيها الفورماسيون هذا فهمتني يعني شتولي ما فماش تيست يعني ولا حاجه شتولي جوست به هو فما تيست من شركه الاردوينو فهمتني يعني تنجم تعمل مي تنجم مثال اني التيست هذاك نعمله وننجح فيه بي سبحان الله ما نعرفش نفسر يعني ماشي حتى غير عند فهمت العمليه ولا دونك يعاون انك تعمل تيست موجود تيست عند شركه الاردوينو تنجم تعمله وتخلص عليها فلوس باش تنجم تعمل اما مش معناها خذ التيست معناها انت كاسح لا غير ما نكذب عليك دونك لازم انت تكون طايره تبارطاجي خدمتك مع العباد توري روحك اللي انت كاسح وكل شيء وبعد تري تهبط مثل ابليكاسيون ولا حاجه يجيوك عباد تحب تتعلم عندك ميساج يقول لك ما دام فهمت عنده ميساج خلاص اي حاجه تتعلمها تنجم تخدمها بطريقه هيك مش مازلت انت مهسس مازلت اغلبيه الحوايج ما تعرفهمش خاطر باش يسالك ما تنجمش تقول له ما تسالنيش يسالك اي سؤال يضرب في مخه اي سؤال انت انا قريت عندي محمد ناصر بن عبد في الالكتريك ما تجيش حاجه تسالها لي تقول لي هذه امسيه انا شعملت لكم والله هذه فهمتكش ما تجي تخرج ما تجي ما تكمليش انت تقول هذا بهي من الاخر معناها ما غير وجهه راس فهمت العمليه كيفاش ولا ما لازمك تكون تكنيسيان في الحاجه اللي تعمل فيها من الاخر هذا هو الكلام اللي حبيت نوصله لكم هذا ان شاء الله كلام تطبقوه وان شاء الله تجربوه وان شاء الله تعملوا لا اكثر ولا اقل شباب نزيد نطول عليكم اكثر هيك حسنا كنت كملت ان شاء الله تكون فاتتكم الحصه ومنتقلها ان شاء الله في حصص اخرى وليلتكم زينه ويعطيكم الصحه نسكم.